ازيكم يا شباب؟ في الفيديو ده هنرجع شابتر 4 و5 و6. هنبدأ بشابتر 4 اللي بيتكلم عن التخطيط. ايه النقط الرئيسية اللي في الدرس ده؟ الأول هنشوفها. أول حاجة اللي احنا هناخد الـ Nature of Planning، طبيعة التخطيط، وهناخد أهمية التخطيط. بعد كده هناخد الـ Barriers to Effective Planning، العقبات اللي بتواجهنا في اللي احنا نعمل خطط فعالة. وهناخد Steps of Planning، خطوات التخطيط. بعد كده هناخد كل بقى خطوة بتفاصيلها. وبعد كده نخش على effectively goal setting، ازاي تحط اهداف بشكل فعال عن طريق كلمة smart، وكل حرف في كلمة smart بيشير الى حاجة هنا مختلفة، s specific وهكذا. دي هناخدها برضو. بعد كده هناخد انواع الخطط على حسب ال breadth of use وال time frame وال specificity وال frequency of use. بعد ما ناخد ال types of plans، هناخد planning in dynamic environments، ازاي نستخدم التخطيط في بيئات ديناميكية، ويقول لك ان الخطط لازم تبقى مرنة، تبقى فعالة. فهنبدأ بأول حاجة اللي هي nature of planning، طبيعة التخطيط. دوت هو التعريف بتاعها اللي هو planning is thinking before the action takes place. التخطيط التخطيط دوت هو التفكير قبل ما تاخد اي اجراء. It helps us to deal with the situation which are expecting to deal with in the future. بتساعدنا اللي احنا نتعامل مع كل المواقف اللي احنا متوقعين اللي هي هتقابلنا في المستقبل. It actually involves logical thinking، بتتضمن التفكير المنطقي. Planning is the primary function because it establishes the basis for all other things. It enables manager to organize, lead and control. ال planning ده هو ال primary function، هي ال function الأساسية، زي ما خدنا من functions planning organizing directing controlling. أول واحدة فيهم كانت ال planning، ما كانتش أول واحدة من غير سبب، هي فعلا أهم واحدة، وهي establish the basis for all other things، هي بتحط لك الأساس للباقي. It enables manager to organize، بتساعد كل المديرين اللي هم يبقوا منظمين، وإنهم lead اللي هم يبقوا يقدروا يديروا، and control اللي هم يتحكموا. It concerned with the ends، هي بتهتم بالنهايات. What is to be done؟ إيه اللي هننفذه؟ As well as the means how it is done؟ إزاي ننفذ الكلام ده؟ يبقى what is to be done؟ إيه اللي هننفذه؟ How it is done؟ إزاي ننفذه؟ بعد كده هناخد أهمية الـ planning. هم متلخصين في النقط اللي متلونة باللون الأحمر دوت، اللي هو improve future performance، نحسن من أدائنا المستقبلي. Minimize risk and uncertainty اللي هو اللي إحنا نقلل المخاطر وعدم التأكد، عن طريق اللي احنا نبص في المستقبل. Facilitates the coordination of activities، بتسهل علينا التنسيق بتاع الأنشطة اللي هننفذها في الشركة، عن طريق اللي انت تشيل كل عمل تكراري، overlapping among activities and eliminate unproductive work، وبتشيل لك كل الشغل اللي غير فعال اللي هو ما بيحققش الإنتاجية. It states in advance what should be done in the future، بتعرفك بشكل مسبق انت المفروض تعمل ايه علشان تحقق اللي انت عايزه في المستقبل، فبتدي لك direction for action، توجيه للاكشن بتاعك. It identifies expected future opportunities and threats، بتعرفك كل الفرص المستقبلية وكل التهديدات المستقبلية. بعدين هناخد حاجة اسمها barriers to effective planning، اللي هي العقبات اللي بتقابلك انك تعمل خطط فعالة. ايه العقبات اللي بتقابلك؟ inability to plan or inadequate planning، لأنك مبقاش عندك القدرة إنك تخطط، أو التخطيط الغير كافي. inadequate يعني غير كافي، بيقولك إن بعض المانجرز ما بيبقوش مخططين ناجحين because they lack experience, education and ability، عشان عندهم نقص في الخبرة أو نقص في التعليم أو نقص في القدرة. عندهم lack of commitment اللي هي ال barriers. التانية اللي هي lack of commitment to planning process. lack of commitment can be fear of failure. lack of commitment اللي انت تبقى ما عندكش تعهد مع نفسك انك هتعمل الخطة صح. دوت بيبقى بسبب مثلا انك خايف من الفشل. as a result managers may choose to do little or nothing to help in the planning process. علشان كده اوقات المديرين ممكن ما يعملوش حاجة خالص ناحية التخطيط، او يعملوا حاجة بسيطة جدا مش هتفيد اوي في التخطيط. بعد كده هيقول لك the facts that are out of date or poor quality، المعلومات كلها اللي عندك اللي هي خلاص انتهت ومش معاصرة للعصر اللي انت عايش فيه، و poor quality اللي هي الجودة بتاعتها قليلة. بعدين عندك حاجة هنا اسمها failure to consider the long term effects، اللي انت بتبقى ما عندكش القدرة الصح، او بتنسى انك تبص على التأثيرات اللي على المدى البعيد long term.
ليه بقى؟ علشان انت كمخطط بتبص على الحاجات الشورت تيرم وتقعد تركز فيها، وتبقى كل حاجة انت بتعملها متعلقة بالشورت تيرم بس، وتنسى في الاخر تهتم باللونج تيرم. ليه trouble in the planning for the future، بتعمل لك مشكلة في التخطيط للمستقبل لانك بتبصش غير على الشورت تيرم. بعدين عندك هنا too much reliance on the organization's planning department، بتعتمد بشكل كبير على planning departments اللي هو القسم بتاع التخطيط. هتقول ايه المشكلة في اللي احنا نعتمد على قسم التخطيط؟ مش هو اللي هيخطط لنا؟ او هو هيخطط بس هو بيخطط بطريقة غير قابلة للتنفيذ بعض الاحيان. ليه؟ لان هو بيبص على الخطة بشكل عام، ما بيعرفش ازاي هتتنفذ، لكن المدير هو المسؤول عن تنفيذ الخطط. فانت اللي لازم ممكن تاخد الخطط دي وتعيد صياغتها على حسب الاجراءات اللي هتتخذها، انما ما ينفعش تعتمد بشكل كامل عليه. يبقى انت ممكن تعتمد على البلان ديبارتمنت، لكن ما ينفعش تعتمد عليه بشكل كلي. تمام. بعدين هناخد حاجه اللي اسمها الستيبس اوف بلانينج، خطوات التخطيط او الستيبس بتاعتها: analyzing opportunities, setting objectives, developing premises, identifying alternatives, evaluating alternatives, selecting an alternative, implementing action plan, reviewing. اول حاجه اللي هي analyzing opportunities، لازم يبقى عندك في الاختصار بتاع كل الكلام دوت اللي هو awareness of opportunities. analyzing opportunities معناها تحليل الفرص، اللي يبقى عندك وعي لكل الفرص اللي حواليك في البيئه اللي حواليك external environment. هي النقطة الرئيسية لإنك تبدأ تخطيط، لازم تبص على كل الفرص اللي حواليك. بعد كده عندك setting objectives، بتحط طبعا objective لكل every major department، لكل قسم كبير في الشركة. بعد كده بتطول المحيط اللي حواليك. المحيط اللي حواليك دوت اللي هو البريميسز بيبقى external وعندك internal. الاكسترنال هيكلمك عن العوامل بتاعته الاكسترنال فاكتورز، وهيكلمك عن الانترنال فاكتورز. بعدين هيقول لك هما الاثنين لازم نهتم بيهم. هيقول لك اول حاجه اكسترنال بيرميسز انكلود توتال فاكتورز. ايه هي الفاكتورز دي؟ ان تاسك انفايرمنتس لايك بوليتيكال سوشيال تكنولوجيكال كومبيتيتورز بلانز اكشنز جوفرمنت بوليسيز، زي الحاجات اللي لها علاقه بالقانون، اللي لها علاقه بالحاجات الاجتماعيه، لها علاقه بالتكنولوجيا، لها علاقه بالمنافسين، لها علاقه بالخطط او التنفيذ اللي هي المهام اللي عليك actions، او government policies اللي هي قوانين الحكومة. بالنسبة للinternal factors، العوامل الداخلية include organization policies اللي هي السياسة بتاعت الشركة ذات نفسها، policy resources of various types، الانواع مختلفة من الموارد للشركة، and the ability of the organization، القدرة بتاعت ال organization. The plans are formulated in the light of both external and internal factors. الخطط لازم تبقى مبنية على الاثنين، الاكسترنال والانترنال فاكتورز، العامل الداخليه والعامل الخارجي، لازم ناخدهم في الاعتبار. بعد كده الستيب 4 اللي عندنا انك بتشوف شويه بدائل بناء على اللي انت حددته من شويه. Plan identifies alternatives، بتحدد شويه بدائل. Various alternatives can be identified based on organization objectives، بتبقى كل ده مبني على اهداف الاورجانيزيشن. بتحدد شويه بدائل مبنيه على اهداف الاورجانيزيشن. بعد كده بتعمل حاجة اسمها evaluating alternative في step 5. evaluating alternative معناها تقييم البدائل، وتبدأ تاخد البدائل اللي انت جبتها هنا في step 4 دي، تقيمها وتختار واحد بس، هتختاره هنا طبعا في selecting. فانت بتعمل تقييم هنا بس. دي evaluation is to be done in the light of various factors، عن طريق عدة عوامل. العوامل اللي احنا قلناها ال internal factors and external factors. The alternative should give us the best chance of meeting our goals at the lowest cost and highest profit، بتدينا كل اهدافنا بأقل تكلفة وأكبر profit، أكبر ربح ممكن. بعد كده step 4 selecting an alternative. This is the real point of decision making، هي النقطة الحقيقية لاتخاذ القرار، هي فعلا بقى اللي هتختار فيها البديل. بعد ما عملت كل حاجة an analysis of alternative course is required، بتعمل analysis زي تحليل لكل alternatives اللي كانت عندك ديت، علشان في الآخر تختار أكتر واحد مناسب. The fit one is selected. بعدين عندنا في ستيب 7 بتنفذ بقى الاكشن بلان. انت اخترت البديل بتاعك اللي هيفيدك في اتخاذ القرار او في التخطيط، هتنفذ بقى الكلام دوت. implementing action plan after formulating basic and derivative plans، بعد ما تخطط وتكون الخطط بتاعتك. the sequence of activities is determined so the plans are put into action، السلسلة من الاكتيفيتيز الانشطة اللي هتعملها بتبقى محددة علشان تقدر انك تنفذ الخطة بتاعتك. ستيب 8 بعد كده اللي هي ريفيو، انك تعمل زي مراجعه كده لكل الكلام ده وتشوف حقق اللي انت عايزه ولا لا.
بعدين عندك الـ Types of Goals، هيقول لك إن الـ Type of Goals هي بتبقى Strategic و Financial، وهيقول لك إن مش كل الـ Organizations عندهم جول واحد. الـ Organization في الواقع بيبقى عندها أكتر من جول، عندها أكتر من هدف عشان تحقق النجاح. هيكلمك بعد كده على الـ Financial Goals، ويقول لك اللي هي كل حاجة متعلقة بالـ Financial، أي حاجة مالية، أي Financial Performance، أي أداء مالي بتاع الـ Organization. لكن الـ Strategic Goals أي حاجة تانية غير الـ Financial related to all other areas of an organization performance. هنا financial performance، هنا any other area of an organization performance. هيقول لك ان these goals are stated and where goals. في اختصار كده ال financial كل ما هو financial، strategic اي حاجة تانية غير ال financial. وال strategic بيتقسم لحاجتين، ال stated goals وال real goals. ال stated goals دي عبارة عن قوائم رسمية بتقول للشركة وللناس اللي بره الشركة هي الشركة هتحقق ايه، بس اوقات الحاجات المعلومات ديت ما بتبقاش حاجات حقيقيه، عايزه الناس المستثمرين اللي في الشركه يصدقوا الحاجات دي، بس هي مش الحاجات الاساسيه، مش الحاجات الحقيقيه. لكن الريال جولز هي دي الحاجات الحقيقيه والاهداف الحقيقيه اللي الاورجانيزيشن فعلي بشكل فعلي بتشتغل عليها. actually pursues and observe what organization member are doing، بتشوف ايه الافراد الناس اللي شغاله في الشركه بيعملوها علشان يحققوا الاهداف الحقيقيه دي. هيقول لك ان الريال والستيتد جولز ديفر اند اتس امبورتنت تو ريكوجنايز ذس. اقول لك ان في فرق ما بين الريال والستيتد جولز، وانت مهم جدا انك تعرف الفرق ما بينهم. بعد كده سادس حاجه هيكلمك على حاجه اسمها effectively goal setting، ازاي تحط اهداف بشكل فعال. هتعتمد على كلمه سمارت. عندك كل حرف بيشير الى حاجه من الحاجات دي ما عدا حرف الار بيشير الى حاجتين. اول حاجه اس، معذرة، S بتشير ل specific و M بتشير ل measurable و A تشير إلى achievable و R ل relevant و realistic و T بتشير إلى time based. So we have specific بيقول لك not general quantitative expression، مش مصطلح بشكل عام، لازم انت تبقى محدد ايه اللي هتنفذه بالظبط. measurable حاجة تقدر تقيسها، حاجة يعني تقدر تشوفها وتقدر انك تقول هتعملها. يعني ما تجيش الشركة تقول مثلا شركة عربيات أنتجت السنة اللي فاتت 1000 عربية، السنة الجاية احنا عايزين ننتج 1000000 عربية، ازاي واحنا السنة اللي فاتت كلها أنتجنا 1000 بس، ازاي هننتج 1000000؟ لازم حاجة تقدر تقيسها، تقول مثلا هننجز 2000 عربية مش 1000000 عربية. achievable اللي هي حاجة تقدر تحققها، ما تقولش اللي انت هتنفذ حاجة وترجع تقول انا ما قدرتش انفذها، هتبقى انت مسؤول عن تحقيقها. يبقى انت هتبقى responsible means an individual or unit should be responsible for achieving the goal، حاجة تقدر تنفذها وهتكون انت مسؤول عنها. relevant لازم تكون متعلقة بالشركة بتاعتك، يعني مثال شركة العربية دوت، ما تجيش شركة العربية تقول احنا عملنا 1000 عربية السنة اللي فاتت، السنة الجاية احنا عايزين نعمل 2000 كنبة. طب ايه علاقة الكنب بالعربيات؟ او مثلا اللي هو الاساس بتاع البيوت، يعني الشركة دي بتعمل عربيات، هتعمل اساس للبيوت ليه؟ هتعمل مثلا ترابيزات ليه؟ فهتبقى غير منطقية. لازم حاجة متعلقة بالشركة ذات نفسها، بتعمل عربيات يبقى كل اللي هتنتجه عربيات بس. دي achievable goal should be compatible with the resources، الشركة عندها حديد، عندها ازاز، عندها الحاجات المتخصصة في العربيات، ما تجيش تقول هنعمل حاجة تانية غير العربيات، مش هنعمل صواريخ مثلا، الصواريخ دي حاجة تانية ومحتاجة resources مختلفة. يبقى الresources بتاعتك ما ينفعش تسيء تقديرها، underestimate يعني يسيء التقدير، او overestimate يعني يقدرها بزيادة عن اللزوم، يقول احنا عندنا موارد جامدة بقى نعمل صواريخ. لا، الموارد اللي عندك ديت تعمل عربيات. بعد كده عندك the goal should be realistic، الهدف بتاعك لازم يبقى واقعي، حاجة تقدر تحققها، حاجة كده انت شايفها قدامك، بتبقى life purpose، بتبقى هدف لحياتك، يبقى within reach تقدر توصل لها. realistic واقعية، relevant to your life purpose لها علاقة بهدفك في الحياة، هدف الشركة هنا يعني. بعد كده لازم الهدف بتاعك دوت يبقى time based to a fixed and specific duration for the goal to attainment، يبقى عندك مدة محددة وثابتة لأنك تحقق الهدف بتاعك. بيقول لك استخدام هنا النظام هيساعدك انك تحقق اهدافك بشكل، لازم الحاجات ديت هتبقى achievable و realistic. set your organization up for success not failure، بيخلي الorganization بتاعتك تنجح مش تفشل. whatever you want to achieve of life knowing the difference between plans and goals integral to success،
ايا كان اللي انت عايز تحققه من حياتك لازم تعرف الفرق ما بين البلان وما بين الجول. هيقول لنا هنا دلوقتي ايه الفرق ما بين البلان وما بين الجول. هو هنا بيقول لك ان الاتنين يبانوا اللي هما انت تقدر تبدلهم وان الاتنين واحد، بس في الغالب الناس بتغلط وبتفهمهم غلط. ايه بقى البلان وايه هو الجول؟ البلان دوت خطة، تمام، هو حاجة مهتمة بالنهاية. جول is the goals are the end results. الجول دوت بيبص على الحاجة النهائية، while plans are how you get there، لكن الخطة هي ازاي هتوصل لهناك. They are to work together to help motivate you and keep you on track for success. الاتنين بيكملوا بعض وبيحفزوك وبيساعدوك تتنك على طريق النجاح. يبقى الجول هو الـ end result، هو الهدف النهائي. احنا قلنا الشركة عايزة تحقق 2000 عربية، ده الجول بتاعنا. احنا قلنا خلاص احنا عايزين 2000 عربية السنة الجاية، لكن البلان هنقول احنا هنجيب مكان زيادة وهنجيب ناس في زيادة. دي الخطة، الخطة اللي هتنفذ لنا الجول بتاعنا. بعد كده عندنا types of plans، انواع الخطط. based on، بناء على الحاجات دي. دي مش انواع الخطط، لكن دولت انواع الخطط، الحاجات اللي بالاسود. الحاجات اللي بالازرق دي التصنيفات اللي هنمشي عليها على حسب البريتس فيوز، على حسب سعة الاستعمال، او على حسب التايم فريم، على حسب الوقت، السبيسيفيتي اللي هي الحاجة المحددة، او الفريكوينسي فيوز عدد مرات الاستخدام. فهنبدأ بأول حاجة بناء على البريتس فيوز. استراتيجيك ولا تاكتيكال؟ استراتيجيك بلانز ار ذوز بلانز that apply to an entire organization and encompasses the organization overall goals. الحاجات اللي بتبقى مطبقة على ال organization ككل. الهدف النهائي للشركة احنا عايزين 1000 عربية، 2000 عربية السنة الجاية. لكن ال tactical plans specifies the details of how the overall goal are to be achieved. بيحدد التفاصيل اللي هنمشي عليها عشان نحقق الهدف الكبير. يبقى احنا عندنا الهدف الكبير بتاعنا 2000 عربية، يبقى عندنا شوية أهداف صغيرة زي اللي احنا عندنا مكان بيكلف كذا، فاحنا هناخد تمويل. فالهدف التاني الصغير بتاعنا اللي احنا ندور على تمويل. الهدف التالت التاني الصغير اللي احنا نجيب الاجهزة. الهدف التالت الصغير اللي احنا نجيب عمال زيادة. يبقى اهداف صغيرة هي دي التاكتيكال بلانز، لكن الاستراتيجيك بلانز هو الهدف الكبير بشكل عام كده. احنا عايزين 2000 عربية. هنا حطيت لك مثال تاني. when Amazon invested in Vodafone business it was the result of strategic plan. جه صاحب شركة امازون انا احنا هنستثمر في شركة فودافون، دي خطة استراتيجية. لكن احنا بقى نقرر مين هيشتغل في الحاجات اللي ليها علاقة بالتسويق، اللي ليها علاقة بالجمارك، او اللي ليها علاقة بالتمويل بتاع الشركة. دي حاجات تاكتيكال، هي خطط اللي فيها تفاصيل. بعد كده عندنا هنا based on time frame. عندنا long term versus short. the number of years used to define short term and long term plans had declined considerably due to. هنا بيقول لك عدد السنين اللي استخدمت في تحديد الشورت تيرم واللونج تيرم بلانز قلت على حسب العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فهنا بيقول لك ان اللونج تيرم دوت يوست تو مين اني ثينج اوفر 5 ييرز، يعني اي شيء اكتر من 5 سنين. imagine that you will likely be done in 5 years. تخيل ايه اللي هتستعمله خلال 5 سنين. لازم تبص بعيد في المستقبل. بيقول بعد كده هنا بيقول لك ان اللونج تيرم دلوقتي بيستخدم في تايم فريم بيوند 3 ييرز، اكتر من 3 سنين. فهو جه هنا قال لك اللي هو اكتر من 5 سنين، وجه هنا قال لك بيوند 3 ييرز. فبشكل عام هو 3 سنين 4 سنين 5 سنين كده يعني، فهو اكتر من 3 سنين. اهم حاجه اللي هو اكتر من 3 سنين. بعد كده الشورت تيرم هيقول لك بلانس اوفر 1 يير اور ليس، بيبقى هو حاجه كفر 1 يير، بيبقى لمده سنه واحده او اقل من سنه. ده الشورت تيرم، ده المدى القصير. بعدين هنا هيكلمك عن السبيسيفيتي اللي هي الدقة، هل هي دايركشنال ولا سبيسيفيك؟ intuitively it would seem that specific plans would be preferable directional or loosely guided plans. بيقول لك بشكل كده افتراضي انت هتفترض، انت كشخص بتقرا بتدرس هتفتكر ان السبيسيفيك جولز احسن من الدايركشنال، علشان السبيسيفيك ديت محدده، انما الدايركشنال توجيهيه بشكل عام كده بنقول لهم اعملوا كذا وخلاص، لكن مش محدد لهم تفاصيل. اكيد اللي فيها تفاصيل هي احسن، لكن لما هنقرا هنكتشف ان الدايركشنال هي الاحسن، لان احنا هنيجي في اخر نقطه اللي هي بتاعه الدايناميك انفايرمنت، هتكتشف ان الدايركشنال بلانس هي الاحسن. لما يجي يسالك في الامتحان انهي المفضله اكتر، المفضله اكتر هي الدايركشنال بلانس. نتكلم بقى مين السبيسيفيك ومين الدايركشنال. سبيسيفيك ار ذا بلانس are clearly defined and leave no room for interpretation.
هي الخطط الموضحة جدا اللي ما تسيبلكش أي مسافة للتفسير، ما بيبقاش عندك أي حجة للتفسير أساسا، هي موضحة جدا وعندك الأهداف وكل حاجة، أنت عارف كموظف هتعمل إيه بالظبط. إنما الدايركشنال بلانس بيجي المدير بتاع الشركة ويقول إحنا عايزين الشركة تنفذ 1 2 3 في النهاية، يعني عايزين نوصل ل 2000 عربية وعايزين نوصل لكذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما حددناش أدق التفاصيل. فالموظفين ممكن يقولوا طب إحنا عشان نجيب تمويل ممكن نروح لبنك، ممكن نروح لتمويل المشروعات، أو ممكن نكتسب قرض، أو ممكن نستثمر في شركات، أو ممكن أو ممكن أو ممكن، بيسيب لك كل حاجة مفتوحة. هي دي الدايركشنال بلانز، ما بيحددلكش أدق التفاصيل، بيسيب لك كل الكلام ده عليك أنت علشان تقدر تتعامل مع كل الظروف بشكل فعال ومرن flexible. تمام، is used to uncertainly is high، لما تبقى عدم التأكد كبير. المديرين لازم يبقوا flexible، يبقوا مرنين. احنا فين؟ لازم يبقوا مرنين in order to respond to unexpected changes، عشان يقدروا يستجيبوا لكل التغيرات الفجائية. بعد كده هيكلمك based on frequency of use، أنواع الخطط بناء على عدد مرات الاستخدام، single use ولا standing، هتستعمل مرة واحدة ولا هتستناها موجودة. single use plan دي الحاجة اللي بتستعملها مرة واحدة. بيقول لك plan specifically designed to meet needs of a unique situation، طبعا هي بتتعمل لحاجة معينة، لحاجة مخصصة جدا، unique situation. for instance when Dell began developing a packet sized device for getting the internet managers used a single plan to guide their decisions. هنا بيقول لك كمثال ان شركة ديل لما قررت تعمل جهاز بيوفر لك النت وتقدر تحطه في جيبك استخدمت سنجل بلان، سنجل يوز بلان، كانت خطة واحدة بس عشان يقدروا يسوقوا للكلام دوت، كانت مرة واحدة بس. لكن الستاندنج بلان are ongoing plan that provide guidance for activities performed repeatedly، هي بتوفر لك خطط مستمرة علشان هي بتبقى عبارة عن إرشادات للأنشطة اللي بتتنفذ بشكل تكراري، الحاجات اللي بتتنفذ بشكل تكراري بكل بساطة بتنها مستمر ongoing. for example when in register for upcoming semester you're using a decentralized registration plan at your college the date change but the process works the same way semester after semester. فبيقول لك لما بتسجل للسمستر اللي جاي اللي هو للترم التاني زي ما سجلت للترم الاول هتسجل للترم التاني وهتسجل للترم التالت وهتسجل للترم الرابع، نفس الاجراءات، نفسها تروح تعمل كارنيه وكل الكلام دوت، حاجه متكراريه، حاجه هتقعد تتكرر، هي دي بتبقى خطط مستمره اللي هي الستاندنج بلان. بعد كده هنا هيكلمك بقى على اخر نقطه المهمه جدا، ولما قلنا فيها ان عندك نوعين من الخطط اللي هي السبيسيفيك والدايركشنال بلانز، قلنا الدايركشن هي الأحسن علشان هي اللي هتفيدك في الكلام بتاع ال dynamic environments. In uncertain environment، في البيئات الغير متوقعة، manager should develop plans that are specific، محددة لكن مرنة، تمام، but flexible، فمهم اللي هي تكون flexible مش specific بس. To be useful plans need some specificity، محتاجة شوية دقة، لكن الخطط لازم تبقى مرنة، أهم حاجة تكون مرنة وشوية دقة. even the when the environment is highly uncertain، لما البيئة تكون غير متوقعة بشكل كبير، it is important to continue planning in order to see any effect on the organization performance، حتى ولو البيئة غير متوقعة بشكل كبير لازم برضو نحط خطط مرنة عشان نقدر نشوف أداء ال organization بتاعتنا. finally the organization hierarchy should be flat in order to effectively plan the dynamic environment، التسلسل الهرمي المفروض يبقى مستوي، يبقى فيه تعادل، effectively plan in a dynamic environment عشان يقدر نتعامل كويس في البيئات الديناميكية. هنا بيصور لك الفلات هيراركي بكلمة اسمها flatter hierarchy اللي هو تسلسل الهرم المستوي، لازم كل حاجة من المستويات القليلة في الشركة للمستويات الكبيرة في الشركة يبقى لها خطط. lower organization levels can set goals and develop plans so goals and plans could، هو الجملة مش كاملة بس هو بيكلمك كده ان برضو الفئات القليلة في الاورجانيزيشن لازم يبقى عندهم القدرة اللي هم يحطوا goals and develop plans، يحطوا اهداف وينظموا خطط. هيكلمك ان دلوقتي nowadays in business around the world technology moves faster، التكنولوجيا دلوقتي بتتطور بسرعة وده السبب اللي بيخلينا محتاجين دايما ان احنا نحط خطط ديناميكية. هكلمك هنا ان الخطط الديناميكية بتساعد كل الناس اللي هي تتعامل بذكاء مع المخاطر وتقدر تشوف كل الفرص المستقبلية اللي غير واضحة دلوقتي وتقدر تستجيب بشكل فعال او بشكل مرن لكل المخاطر وتقدر تستخدم التكنولوجيا الجديدة وتنفذ مهمات مختلفة وتنفذ خطط جديدة.
It is time to step away from tradition into the new way of planning. لازم تبعد عن كل التقاليد العادية اللي هي القديمة اللي ما بتفيدناش دلوقتي، وتروح لأسلوب جديد في التخطيط. الأسلوب دوت هيساعدك إنك تحسن من كل الإنتاجية ومن كل من المرونة بتاعتك. وبكده نبقى خلصنا شابتر 4. دلوقتي هناخد شابتر 5 Organizing، اللي هو النظام أو التنظيم. هناخد الأول النقط الرئيسية بتاعة الدرس. عندنا 9 نقط رئيسية في الدرس دوت. أول حاجة الـ Meaning of Organizing، اللي هو التعريف. Organizing the process by which the work is arranged and allocated among organizational members، هي العملية اللي عن طريقها بيبقى كل الشغل اللي في الشركة منظم وموزع ما بين كل أعضاء الـ Organization. بعدين هيكلمك إن الـ Organization بتتكون من 2 elements، من فرعين أو من حاجتين. أي Organization فيها نظام، النظام فيها بيتكون من حاجتين، بيتكون من components، بيتكون من relationship between components ديت. بعدين هنتكلم عن الـ importance of organizing. هيكلمك عن الـ specialization، will define jobs، clarifies authority، وهيكلمك عن الـ coordination و effective administration و sense of security و scope for new changes. بعدين هنتكلم عن الفرق ما بين الـ formal والـ informal organizing. بعد كده هنيجي نتكلم على الـ work specialization، اللي هو already احنا اتكلمنا عليه، هنبقى اتكلمنا عليه في الـ importance of organizing اللي هي specialization. بعدين 5 هنتكلم عن chain of command. بعد كده هنتكلم عن span of management. بعدين هناخد مصطلح centralization و decentralization. دولت كانوا موجودين في administrative principles لما خدنا عن centralization the degree of decision making. ف degree of decision making هنا في centralization بيبقى لل top ranks، انما في decentralization بيبقى لل low ranks. يبقى low ranks هنا هتعمل decisions، وهنا ال top ranks هما اللي هيعملوا decisions. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها departmentalization. departmentalization ليها كذا نوع، أنواع قديمة وأنواع جديدة. هناخد الأنواع القديمة وكتير جدا، اللي هي functional وال product وال customer وال location وال matrix. بعدين هناخد الأنواع الجديدة اللي هما نوعين بس، اللي هو team، وهناخد ال virtual network approach. بعد كده النقطة التاسعة اللي هي الأخيرة في الدرس بتاع النهاردة أو الشابتر بتاع النهاردة، اللي هو guideline for effective organizing. نبدأ نتكلم على كل واحد فيهم. أول حاجة عندنا the meaning of organizing. Organizing the process by which work is arranged and located among organization members. زي ما قلنا بيبقى كل الشغل منظم ومتوزع ما بين كل أعضاء الشركة. So the goal of the organization can be effectively achieved. علشان كده الهدف بتاع الشركة نقدر إن إحنا نحققه بشكل فعال. هو بيكلمك بقى إن بشكل مفصل أكتر إن it is the detailed arrangement of work. بيبقى شكل مفصل لكل الورك اللي كل الناس هتعمله. وبيبقى هنا بقى هيكلمك عن الحاجات المهمة اللي هي الـ organizing consists of two elements. إن التخطيط بينقسم لفرعين أساسيين، الـ components اللي هي المكونات، as people, task, resources, authority, responsibility, procedure and goals. بعدين هيكلمك عن relationship اللي هي العلاقة ما بين كل الـ components ديت. طب ايه هي الـ components ديت؟ اللي هي الناس والمهمات والموارد والسلطة والمسؤولية والإجراءات والأهداف. بعد كده هيقول لك organizing leads to the process of organizing structure. التنظيم هو المنظم، التنظيم ذات نفسه. هيكلمك ان التنظيم ذات نفسه بيحتاج 3 حاجات. بيحتاج اول حاجة is defined as set of formal tasks assigned to individuals and departments، هو مجموعة من التاسكات بيتولاها شوية أفراد أو شوية أقسام في الشركة. بعدين عندك formal reporting relationship، بيبقى عندك علاقة رسمية في اللي هو إنك تدي شوية report، اللي هو تدي مقالات وتدي حاجات عن الكلام اللي بيحصل في الشركة، تديها لمين في الشركة. بعدين including line of authority، متضمن لخط السلطة اللي في الشركة. تالي حاجة design of system، لازم يبقى فيه system هو اللي هنمشي عليه علشان نتأكد ان هيبقى فيه تعاون متناسق بشكل فعال ما بين ال employees across departments، ما بين كل الموظفين اللي شغالين في الأقسام بتاعة الشركة. بعد كده هنتكلم عن ال organization chart. دي ممكن نسألها في ال MCQ. اقول لك ايه هو ال organization chart. chart دوت يعني زي مخطط كده. هو بيقول لك هنا is the visual representation of an organization. ال organization chart دوت أو بيقول لك اللي هو ال visual representation of an organization، بيبقى شيء مرئي أو تمثيل مرئي للمنظمة، ممثل مرئي للمنظمة، بيبقى على هيئة التشارت. أوريكم مثال كده زي ما انتوا شايفين دوت التشارت.
التشارت دوت اللي يبقى عندك كل حاجة متنظمة بشكل كده تقدر تقراه، تمام؟ هو ده التشارت، Visual Representation of the Organization، على هيئة خطوط وكده، دوت اللي اسمه تشارت. بعد لما خلصنا الكلام عن التشارت هنخش تاني حاجة عن ال importance of organizing. قلنا اللي احنا نتكلم عن أهمية ال organizing. Organization is important because it allows individual and group to perform tasks more efficiently. بتساعد كل الناس اللي هي تنفذ كل مهمتها بشكل فعال. أول حاجة specialization، قال لك زي ما قال لك في قبل كده في ال chapter 1 كان بيكلمك عن ال specialization، وقال لك إن specialization increases output. فقال لك إن كل الشغل بيبقى متقسم لأجزاء على حسب التخصص بتاع كل واحد هيبقى شغال إيه. بعدين بيقول لك إن الأهمية بتاعتها برضه بتبقى ال well defined jobs، إنك شغلانتك بتبقى معروفة، معروف إنت مهندس جرافيك هتروح تعمل الشغل الجرافيك بتاع الشركة، إنت شخص دارس إدارة ودارس حاجات ليها علاقة بالإدارة ورايح تقدم على وظيفة إدارة، فإنت وظيفتك محددة، إنت هتروح تدير. بعدين عندك clarifies authority، بتعرف مين عنده السلطة اللي في الشركة. الorganizing لما تبقى عندك نظام تعرف كل واحد مسؤول عن ايه. organization structure helps in clarifying the powers to every manager، بتعرف السلطة بتاعت كل واحد and the way he has to exercise those powers، والطريقة اللي هيستخدم فيها القدرة بتاعته دي أو المسؤولية بتاعته دي. بعدين عندك التناسق coordination. organization is a means of creating coordination among different departments of the enterprise. الorganization معنية ومهم جدا إن هي تعمل لك تناسق ما بين كل الأقسام المختلفة في الشركة. هيقول لك برضو إن من الأهميات effective administration، الإدارة الفعالة. the organization structure، لما تبقى عندك نظام في الشركة هتقدر تديرها بشكل فعال. rules performed by different managers، كل managers هيعرفوا هما هيعملوا إيه بالظبط. بعدين عندك sense of security، بيبقى عندك أمان في الشركة، بيبقى كل واحد محدد ايه اللي هيحصل، بيبقى عندك mental satisfaction اللي هو رضا ذهني لكل الناس اللي شغالة في الشركة، كل الناس بتبقى مطمنة ان كل واحد هياخد حقه لان ال organization منظمة. scope for new changes، every person gets independence in his working، يبقى كل شخص بيلقى الحرية في الشغل بتاعه. this provides enough space to make new changes، دي بتوفر لك مساحة جديدة اللي انت تعمل تغيرات. بعدين هناخد ايه الفرق ما بين الفورمال وما بين الانفورمال اورجانيزيشنز. الفورمال اورجانيزيشنز بكل بساطة هي ان كل حاجة بتبقى محددة، which is the job of each member is clearly defined and whose responsibility و authority و accountability are fixed. كل السلطة والمسؤولية والاعتماد على حد معين او حاجة معينة كل ده بيبقى ثابت، بيبقى محدد كل واحد هيعمل ايه ومين نعتمد عليه ومين يديله المسؤولية ومين يديله السلطة. لكن هنا بيبقى العكس، في الانفورمال كله بيبقى سايح على بعضه، كل الناس تقدر تتفاهم مع بعضها وتقدر تبدل ادوارها مع بعضها. وهيقول لك العكس، هنا بيقول لك is clearly defined، هنا is not clearly defined. in an informal organization there are no defined channels of communication، مفيش محطات اتصال معرفة، تمام؟ and so members can interact with other members freely، كل الأعضاء تقدر تتفاعل مع كل الأعضاء التانيين بحرية كاملة. بعدين هنتكلم عن Work Specialization، التخصص اللي في الشغل. Work Specialization is the degree to which organization tasks are subdivided into separate jobs، كل الشغلانات حتى الشغلانات الكبيرة كمهندس مثلا متقسمة ل subdivided، يعني متقسمة لحاجات تحت أكتر، تخصصات أكبر، تبقى متخصص بشكل مفصل. employees within each department perform only the task relevant to their specialized function، كلهم بينفذوا حاجات مخصصة في المهمة بتاعتهم. jobs tend to be small، الشغلانات بتبقى صغيرة، but they can be performed efficiently، لكن بينفذوها بكفاءة. يعني مهندس الكهرباء غير مهندس الميكانيكا غير المهندس بتاع التصميم اللي هو الديزاين، كل مهندس ليه حاجة بتاعته. work specialization is sometimes called division of labor، أوقات ال work specialization دوت اللي هو تخصص الشغل بيتقال عليه division of labor. بعد كده هناخد خامس حاجة اللي هي ال chain of command، دي خمس نقطة مهمة، احنا عندنا 9 نقط مهمة هنا في ال chapter دوت. هيقول لك is the clear and distinct line of authority، بيبقى خط من السلطة واضح ومحدد.
ده chain of command actually has two components. خط الأمر اللي هو الأمر اللي هو خط السلطة بيبقى متقسم ل two components، حاجتين رئيسيتين. The first called unity of command، وحدة الأمر، suggest that each person within an organization must have a clear reporting relationship to only one manager. إن كل واحد هيوفر مقالات للشغل اللي بيحصل في الorganization لشخص واحد بس. The second called the scalar principle، المبدأ العادي، suggest that there must be a clear and unbroken line of authority، لازم يبقى فيه خط من السلطة واضح ولا يتغير، unbroken ما بيتكسرش، that extends from the lowest to the highest position in the organization، بيكمل من أقل مستوى في الorganization لغاية أعلى مستوى في الorganization. بعد كده هنتكلم عن the span of management. The span of management is the number of employees reporting to a supervisor. How many will people report to each manager؟ قد إيه ناس هتبدأ تدي تقارير لكم واحد من المديرين؟ يعني عدد الناس اللي هتدي للمديرين بتوع الشركة. لازم يبقى في عدد معين من الناس هم اللي هيعملوا مقالات عن اللي بيحصل في الشركة. The task associated by less supervision are when، المهمات اللي مرتبطة بإنك يبقى عليك رقابة قليلة بتبقى عند الحاجات ديت. إمتى يبقى نعمل رقابة قليلة؟ لما يحصل لنا الثلاث حاجات دولت، work performed by subordinates is stable and routine and perform similar work tasks. الشغل اللي subordinates بيعملوه كل الناس اللي شغالة بتعمله بيبقى حاجة روتينية وحاجة معروفة جدا بالنسبة لهم وسهل اللي هم يعملوها. Rules and procedures defining the task activities are available. كل القواعد والإجراءات اللي بيستخدموها في اللي هم ينفذوا أنشطتهم بتبقى متوفرة لديهم. Subordinates are experienced. كل الناس اللي شغالة بتبقى عندها خبرة، highly trained، مدربة بشكل كافي، and need little direction in performing tasks، مش محتاجين direction كبيرة عشان ينفذوا كل المهمات بتاعتهم، مش محتاجين توجيه كبير يعني. centralization و decentralization تتلكوا فكرة عنها، تقول centralization the degree of decision making، لكن ديت بتبقى للناس التوب مانجرز او الناس اللي التوب في organization، لكن decentralization بيبقى الناس العادية في organization low level. فأكلمك هنا centralization degree to which decision making is placed at upper levels، دي متخصصة في الناس اللي أعلى المستويات الكبيرة في الorganization. centralization means the decision authority is located near the top of the organization، سلطة اتخاذ القرار بتبقى قريبة من المستويات الكبيرة أو العالية في الorganization. on the other hand، على الوجه الآخر decentralization هي العكس، indicates the decision authority is pushed downward to lower organization levels، السلطة بتاعت اتخاذ القرار بتبقى قريبة من المستويات القليلة اللي هي الأدنى في المنظمة. Decentralization is the degree which lower level managers actually make decisions، كل المديرين اللي في المستويات القليلة في الشركة بيقدروا يتخذوا قرارات. Centralization and decentralization process is a matter of degree، no organization is completely centralized or no completely centralized decentralized. فبيقول لك ان centralization و decentralization الاتنين بيبقوا موجود في كل المنظمات، مفيش منظمة فيها centralization بس او فيها decentralization بس، بيبقى فيها الاتنين مع بعض. ممكن تبقى واخدة 30% decentralization و 70% من التانية، او ممكن الاتنين يبقوا 50%، لكن مفيش organization مفيهاش الاتنين. بعدين عندنا حاجة هنا اسمها departmentalization، the basis for grouping positions into departments in the organization، ازاي نوجه الناس في مجموعات في الشركة، نقسمهم مجموعات بناء على ايه، تمام. the five approaches، الانهجة الخمسة، الخمس انهجة اللي هنمشي عليهم عشان نحط نظام يمشوا عليه، reflect different uses of departmentalization. عندك الحاجات اللي هي traditional approaches اللي هي زي functional والdivisional والmatrix، في شوية حاجات تانية برضو هناخدها هنا هو مش كاتبها هنا. بعد كده هيكلمك على innovative approaches، الأنهجة الفعالة أو الأنهجة اللي متطورة زي teams and virtual networks، اللي هي الفرق والvirtual networks، ده هي الشبكات الافتراضية، دي الحاجات الحديثة. هيبدأ يكلمك بقى عن كل واحد فيهم. هقولك أول حاجة functional departmentalization. The functional departmentalization groups together those jobs involving the same similar activities، بيقول لك بيقسم الناس على هيئة جروبات بناء على ان الشغل بتاعهم بيتضمن شوية انشطة متشابهة، يعني دوت بيرسم وانا بلون، احنا الاتنين بنعمل حاجات متشابهة، ممكن نخش في نفس القسم مع بعض، زي الفاينانس والبرودكشن والماركتنج اند هيومن ريسورسز، زي التمويل وزي الانتاج وزي التسويق وزي الهيومن ريسورسز اللي هو الاتش ار. This approach has three primary advantages،
الابروتش دوت بيبقى ليه 3 مميزات. اول حاجه first each department can be staffed by experts in the functional area، بيبقى كل قسم بيبقى مفعل او بيبقى فيه ناس يقدروا عندهم خبره في المجال دوت متخصصين فيه. الماركتنج اكسبيرتس كان بي هايرد تو ران ذا ماركتنج فانكشن، نقدر نجيب خبراء في التسويق علشان يسوقوا لكل قسم هنا في الشركه. second supervision is facilitated، الرقابة بتبقى سهلة بالنسبة لهم because an individual manager needs to be familiar with only a relatively new narrow set of skills، مش محتاج إرشاد كبير قوي لأن أنت كده كده هتعمل حاجة واحدة بس وصغيرة وسهلة جدا بالنسبة لك. finally coordinating activities inside each department is easier، تناسق كل الشغلانات وكل الأنشطة اللي جوه كل قسم بيبقى سهل لأن كل الأنشطة اللي جوه كل قسم متشابهة similar activities. بعد كده هناخد الـ Product Departmentalization. Product Departmentalization involves grouping and arranging activities around products or product group، بيبقى حاجات لها علاقة بالمنتج النهائي أو النتيجة اللي هيوصلوا لها. Product Departmentalization عندها شوية advantages. First all activities associated with one product or product group، كل الأنشطة بتبقى متعلقة بنتيجة واحدة بس أو نتيجة جروب، كنتيجة جروب كاملة يعني جروب كله هيعملها. Can be easily integrated، الاثنين يقدروا يبقوا متكاملين. second the speed and effectiveness of decision making are enhanced، السرعة والكفاءة بتاعة اتخاذ القرار بتبقى محسنة. بعد كده هيكلمك عن customer departmentalization، وده اسلوب حلو جدا لان هو بيشوف الكاستمر عايز ايه، بينزل للكاستمر يشوف هو عايز ايه يعمل اللي هو عايزه. under customer departmentalization organization tries to respond and interact with specific customers، بيتعامل مع موظفين او عملاء معينين، الناس يشوفوا هم عايزين ايه. The basic advantage، الميزة الأساسية of this approach is that the organization able to use skills specialized to deal with unique customers or customer group، فالناس اللي بيبقى عندها مهارات بتقدر تتعامل بشكل مميز جدا مع العملاء بتاعهم. بعدين عندك حاجة اسمها location departmentalization، بنقسم الأقسام على حسب كل واحد جاي منين. اللي مثلا اللي احنا عاملين شركة مالتي انترناشونال وفيها ناس من دول كتير، العرب هناخدهم في قسم والناس اللي بيتكلموا انجليزي في قسم والناس اللي بيتكلموا الماني مثلا من المانيا والنمسا هنحطهم في قسم. الشركة دي فيها 3 دول او فيها 3 فئات من الناس، كل فئة عارفة ايه الثقافات بتاعة الدول بتاعتهم، فلما نيجي نعمل منتج جديد الناس اللي عايشين في الدول اللي بتتكلم انجليزي يقولوا لك لا احنا بنحب المنتجات تبقى عاملة كذا، فهنعمل لهم المنتجات المناسبة ليهم. لما نيجي لمصر ونيجي للدول العربية احنا فاهمين العادات والتقاليد بتاعتهم فنعمل لهم المنتجات المناسبة ليهم، لما نيجي للدول اللي هي بتتكلم ألماني الثقافة بتاعتهم مختلفة شوية فنعمل لهم المنتجات بتاعتهم مناسبة ليهم. فاللوكيشن ديبارتمنتاليزيشن بيعرفك كل الناس من كل مكان هتبقى عايزة ايه وتبقى منظمة فعالة اكتر في الشغل بتاعها. مش شرط برضو ان اللوكيشن يبقى خارج الدول، ممكن اللوكيشن يبقى جوه الدول، يعني اورجانيزيشن فيها ناس صعيدة على شوية ناس من البحرية على شوية ناس من جوه الأقاليم على كده، فناخد كل ناس كل فئة من الناس في مصر لقسم معين في الشركة، هنعمل له منتجات للحتة اللي هو جاي منها، نشوف الحتة اللي جاي منها عايزين المنتجات تبقى عاملة ازاي. Groups jobs on the basis of defined geographic areas، بيحط لك كل الشغلانات على حسب الجيوغرافيك اريا بتاعتك. The primary advantage، الميزة الأساسية لل location departmentalization، it enables the organization to respond easily to unique customer and environmental characteristics، بيساعدك إنك تستجيب بشكل سهل ومميز جدا مع العملاء بتاعتك وعلى حسب ال environmental characteristics، المميزات أو الصفات بتاعة البيئة ذات نفسها. The various regions، في المناطق المختلفة. On the negative side، في الجانب السلبي، a larger administrative staff may be required and the organization must keep track of units and carriage locations. طبعا هو ده فيه مميزات كبيرة بس من العيوب بتاعته او الجانب السلبي الوحيد اللي انت محتاج فرقة كبيرة للإدارة، محتاج فرقة إدارية كبيرة جدا عشان تقدر تدير كل الأقسام المتفرقة عن بعضها دي. بعدين عندنا الماتريكس ابروتش، النهج الشبكي. دي ماتريكس ستراكشر از كونتروفيرسال، النظام ده بيبقى مثير للجدل. ليه بقى؟ because of the dual chain of command، بيبقى عندك dual chain of command، سلسلة مزدوجة. however the matrix can be highly effective، الشبكة دي ممكن تبقى فعالة جدا. ليه بقى؟ اللي عشان هي بتتعامل مع complex و rapidly changing environment، بتتعامل مع الحاجات المعقدة
واللي بتتغير باستمرار في البيئة. Team management, the team causes cooperation across departments and improves coordination and cooperation. هيكلمك ان التيم بيساعدك في التناسق وفي التعاون ما بين كل الافراد اللي في الديبارتمنتس اللي هما الاقسام. هو بيكلمك على التيم اللي هو الفريق. The team concept also enables the organization to more quickly adapt to customer requests and environmental changes and speed decision making. فهو بيكلمك هنا ان كل الكونسبتس اللي بتمشي عليها بتبقى اكثر سرعة واكثر فعالة وبتبقى بتتفاعل اكتر مع البيئة اللي حواليها ومع متطلبات كل العملاء اللي من الشركة. ليه بقى؟ لان كل الاقسام بتاعت الشركة بتتفاعل مع بعضها، فكل قسم بيبقى عارف احتياجات القسم التاني. انا قسم بتاع الصيانة ودوت القسم بتاع انا مثلا القسم اللي هعمل السوفت وير بتاع الموبايل، والقسم التاني ده اللي هيعمل الهارد وير. فاحنا قسم السوفت وير قال عشان الموبايل يبقى سريع استخدم القطعة دي من الهارد وير، لان هي ديت اللي هتشتغل مع السوفت وير بتاعي احسن. فبدل ما كان دوت لوحده ودوت لوحده يعملوا ده السوفت وير وده يعملوا الهارد وير ويركبوهم على بعض، يلاقي ان في موارد في الجهاز بيتم اهدارها والجهاز بطيء. لا، الاتنين متعاونين مع بعضهم، فده بيساعدهم اللي هم employees get involved in big projects rather than narrow tasks. فبدل ما ان الراجل بتاع السوفت وير كان قاعد مركز على السوفت وير بس اللي هو النارو تاسك، لا بقى مركز على المشروع الكبير شايف موبايل قدامه. فبدل ما يعمل السوفت وير بس، لا احنا نشوف بقى ايه اجهزة الهارد وير اللي هتتركب علشان السوفت وير بتاعنا يشتغل عليها كويس. فبيبقوا شغالين في مشاريع كبيرة اكتر، بتبقى فعالة وسريعة وبتقدر تتفاعل مع احتياجات كل الموظفين بتوعهم. بعد كده هناخد ال Virtual Network Approach. Virtual Network Approach دوت is selling its products and services worldwide، اللي هو ان انت تبيع كل منتجاتك بشكل عالمي. A network organization can depend on resources and expertise worldwide to achieve the best quality and price to sell its products and services worldwide. بيقول لك ان ال Network Organization ديت بتعتمد على الموارد وكل الخبرات العالمية عشان تديك افضل جودة مناسبة لكل الناس في العالم والخدمات اللي هتقدمها بشكل عالمي. المشكلة الوحيدة في الـ Virtual Network Approach اللي هي بتبقى competitive. غير كده هي كويسة جدا، هي بتبقى مرنة لكنها competitive on the global scale، في المقياس العالمي بتبقى تنافسية جدا. بعد كده هناخد الـ Guidelines for Effective Organizing، ودي هي آخر حاجة هناخد ايه هي الحاجات اللي تمشي عليها عشان تنظم بشكل فعال. ده ما خدنا برضو في ازاي تعمل خطط بشكل فعال، هناخد ازاي تنظم بشكل فعال على 8 نقط. Each person in the organization should report to only one boss. كل شخص المفروض يقدم تقارير لرئيس واحد بس. The line of authority should be clearly stated. خط السلطة لازم يبقى واضح. The responsibility and authority of each supervisor should be established clearly. المسؤولية والسلطة بتاعت كل مدير او شخص بيتحكم في الناس اللي تحتيه لازم يبقى واضح جدا. يبقى المسؤولية والسلطة بتاعت كل واحد عنده السلطة وعنده المسؤولية لازم يبقى واضح هو هيعمل ايه بالظبط. For the number of levels of authority should be as few as possible. عدد الناس او بص يعني انت بتبقى عندك ال line of authority يقول لك دوت القمة في ادارة الشركة، وده عنده المرتبة التانية والمرتبة التالتة في الإدارة والمرتبة الرابعة في الإدارة والمرتبة الخامسة في الإدارة. بيقول لك كل ما عدد المراتب بتاعة السلطة قلت كل ما أحسن، هيبقى أحسن ما تزودش العدد بتاع السلطة. بعدين خامس حاجة، the senior managers are responsible for the acts of their subordinates. الناس المديرين الكبار في الشركة بيبقوا مسؤولين على كل تصرفات الناس اللي شغالة تحتيهم. سادس حاجة، specialization should be applied wherever possible. التخصص لازم يتم تطبيقه قدر الإمكان. The span of control should be reasonable and well established. عدد الناس اللي مثلا تروبرت اللي بتدي تقارير لشخص لازم يبقى محدد، لازم يبقى reasonable منطقي and well established معرف. تامن حاجة، the organization should be simple and flexible. المنظمة لازم تبقى بسيطة ولازم تبقى مرنة. كده نبقى خلصنا شابتر 5. بالتوفيق. دلوقتي معانا شابتر 6 وهنتكلم عن النقط الرئيسيه. شابتر 6 بيتكلم عن الليدرشيب. اول حاجه هيقول لنا الامبورتنت كاركترستكس اوف ليدرشيب، الصفات الاساسيه للليدرشيب. هيكلمك عن 3 حاجات وهنشرحهم في الفيديو. بعدين كده هيكلمنا على الميجر ابروتشز اللي انت عندك 3 ابروتشز للليدرشيب، وهيكلمك على كل واحد فيهم اللي هو عندك هنا ذا جريت بيرسون ثيوري، وعندك في البيهيفير ابروتش بارتيسيبيتيف فيرسس اوتوكراتيك،
وهيكلمك على people oriented و production leaders، وهيكلمك على leaders attitudes اللي هو السيري اكس والسيري واي. ببساطة السيري اكس دي احنا والسيري واي ده خدناهم قبل كده. السيري اكس خدناهم قبل كده بشكل عام لكن ما خدناش تفاصيلهم. السيري اكس دي هتتكلم عن لما يبقى عندك ناس مش بتحب الشغل هتتعامل معاهم ازاي، وهنا هيبقى عندك لما يبقى في الشركة ناس بتعرف تشتغل وبتحب تشتغل هتتعامل معاهم ازاي. بعد كده هنخش على contingency approach او بيتقال عليه situational approach. هناخد ال situational leadership theory وهناخد ال base goal theory. ودلوقتي معانا chapter 6 بيتكلم عن ال leadership. اول حاجة هيتكلم فيها في ال leadership عن التعريف بتاع ال leadership. Leadership اللي هي القيادة the process whereby one individual a leader influences other group members. فال leadership دوت عبارة عن العملية اللي بواسطتها بيبقى فيه فرد أو بيبقى فيه قائد بيلهم مجموعة من الناس group members in non-coercive manner بطريقة غير قاصرة، يعني بتبقاش طريقة مباشرة يعني towards the attainment of defined group or organizational goals علشان يحققوا في الآخر هدف. طبعا بعد كده هيقولك الصفات الأساسية لل leadership important characteristics of leadership. أول حاجة leadership involves non-coercive influence. leadership لازم يلهم الناس بطريقة non-coercive غير قسرية. leadership influence is goal directed. الإلهام بتاع leadership لازم يبقى ليه هدف معين. leadership requires followers. leadership محتاج إن يكون في ناس بتتبعك needs followers or requires followers. بعد كده عندنا the major leadership approaches and theories، وده النقط الرئيسية اللي موجودة في الـ chapter دوت أساسا. لو فهمت النقط الرئيسية ديت وانت كده هتبقى فهمت الـ chapter دوت كله. فأول حاجة عندك three approaches، عندك تلات أنهجة. النهج الأول اللي هو the trait approach، و trait يعني صفة، فالـ trait approach اللي هو الـ approach بتاع الصفات، the behavior approach الـ approach بتاع التصرفات، أو الـ contingency approach أو الـ situational approach اللي هو بيتعامل مع الـ situations مع الموقف أو الحاجات اللي بتحصل ذات نفسها. فأنت عندك the trait approach، the behavior approach، contingency approach أو اللي بيتقال عليه situational approach. في التريت ابروتش هناخد سير، ودي مش كل السيرس اللي موجودة في الابروتش بس هي دي اللي موجودة عندنا في المنهج. The great person theory دي موجودة تبع التريت ابروتش. بعدين في البيهيفير ابروتش عندنا participative versus autocratic leaders. participative يعني اللي هو يشارك versus autocratic اللي هو قسري، تمام؟ ان الليدر يحط اوامر قسرية ينفذوها هو بس مفيش participation. people oriented versus production oriented متعلق بالناس او متعلق بالانتاج. بعدين عندك حاجة اسمها leaders attitude انواع leader بيبقوا ماشيين على حسب سيري اكس and سيري واي. سيري اكس ديت بتكلمك ان الناس في الغالب لما تيجي تشتغل ما بتبقاش اساسا عايزة تشتغل، وبتبقى عايزة leaders دايما يقولوا لهم هتعملوا كذا وازاي ويبقى في عواقب لو ما عملوش الكلام دوت. لكن سيري واي بيكلمك ان الناس شغالة بكفاءة عالية من غير أساسا أي قيادة، ومش محتاجين أساسا إن يبقى فيه حاجات معينة يمشوا عليها، هما بيقدروا ينظموا نفسهم ومش محتاج تحط لهم عقوبات لأن هما ماشيين على الشغل مظبوط. بعدين عندك حاجة اسمها contingency approach. contingency معناها طارئ، يعني حاجة طارئة. situation approach يعني الموقف، فهي زي المواقف اللي بتحصل على أساسها بتتصرف. عندك أول حاجة situational leadership theory، وعندك الباس جول سير، وهناخد دول. هنتكلم اول حاجة على التريت ابروتش. دي ظهرت في 1940s and 1950s، تمام؟ قال لك بقى ان researchers discovered individual characteristics that differentiate successful from unsuccessful leaders. قال لك ان الباحثين اكتشفوا شوية خصائص ان بتفرق ما بين الناس ما بين الليدرز الناجحين والغير ناجحين. اول حاجة اللي هي السير اللي احنا هناخدها في التريت ابروتش اللي اسمها جريد بيرسون سير، قال لك ان في شويه صفات هنمشي عليها. ايه الصفات دي؟ لما تكون عند الليدر هيبقى ناجح. ايه الصفات ديت بقى؟ هيقول لك ان الصفات دي اول حاجه ان لازم يبقى عنده cognitive ability. leaders are more intelligent than followers and have good knowledge.
قال لك إن القوات دايما بيبقى أذكى من كل التابعين ليه، وبيبقى عنده good knowledge، معرفة جيدة. لكن بعد كده عندك حاجة اسمها personal traits، الصفات الشخصية. leaders possess the drive and motivation to lead emotional stability. الليدر دايما بيبقى عنده التحكم والقيادة، بيبقى عنده تحفيز إنه يبقى قائد، وبيبقى عنده ثبات انفعالي، ثبات في المشاعر بتاعته. honesty عنده صراحة، عنده energy طاقة، need for achievement احتياج لأنه ينفذ حاجة، self confidence عنده ثقة في النفس، عنده flexibility عنده مرونة، and creativity ده هو إنه يكون creative. بعدين عندك ال physical characteristics، الصفات اللي ليها علاقة بالجسد الفيزيائية اللي هي زي ال age weight و height اللي هو السن والوزن والطول. بعد كده عندك ده هنا هيقول لك العيوب، هو هنا حاططها لك limitations of the trait approach، يعني ايه الحدود اللي بتوصل لها ال trait approach. هيكلمك زي انتقادات لل trait approach، ايه هي اول حاجة وتاني حاجة. اول حاجة there is limited research evidence on the influence of leader traits on this success and the influence on their followers. بيقول لك ان في بحث محدود وان مفيش فعلا دليل جدا بيقول ان الصفات ديت هي اللي هتخليهم تخلي فعلا ان القواد يبقوا ناجحين، يعني مش الصفات ديت هي اللي هتخلي القواد ناجحين، وهنعرف الكلام ده في الـ 8 approaches. بعد كده بيقول لك there is no historical evidence، مفيش دليل تاريخي بيقول ان تأثير الصفات الفيزيائية بتاعتهم اللي هي الجسمانية بتاعتهم ليها تأثير على leadership. هما كانوا فاكرين بقى ان الناس الطويلة الناس الرفيعة دولت هما اللي يقدروا يبقوا leaders، لكن الكلام ده مش صحيح طبعا. في ناس تخينة، في ناس قصيرة، في ناس حتى معاقة بيبقوا leaders عظام جدا في الكوكب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فما ينفعش تقول ان الفيزيكال كاركتيرستكس هي اللي هتكون ليها قيمة في leadership. بعدين عندك ال behavior approach. During the 1950s, dissatisfaction with the trait approach to leadership led to behavior scientists to focus attention on actual leadership behavior. ففي ال 1950s كان في عدم رضا بال trait approach، الناس ما كانتش راضية بال trait approach ده، فقالوا احنا هنعمل behavior approach عشان نصلح اللي ال trait approach ما عملوش في النقطتين دولت. فبقى مفوكت their attention on actual leadership behavior. بقى مركزوا أكتر على الحاجات الصفات الانفعالية بتاعة الليدرشيب، البيهيفير السلوك بتاع الليدرشيب، فبدأوا يركزوا على الكلام ده أكتر. بعدين جامعة اسمها أوهايو ستيت ستادي، جات لك جامعة أوهايو عملت ستادي ريسيرش اوف ذيس اريا واز كارييد اوت ات أوهايو ستيت يونيفرستي. في جامعة أوهايو عملوا تو اندبندنت ليدرشيب دايمنشنز وير كونسيدرد، عملوا بعدين دايمنشنز للليدرشيب. اول حاجه اللي هي الانيشيتنج ستراكشر والكونسيدريشن. الانيشيتنج ستراكشر قال لك ان كل الورك بيبقى تاسك وانا سو اورجنايزد، يعني عندك نظام معين ماشيين عليه وعندك ديفايند تاسك زي ما مكتوب هنا which is the degree to which the leader organized or defined the task assigned the work. هي الدرجه اللي بتبقى الليدر عنده نظام وبيبقى عنده تاسكاية معينة محددها لازم ينفذها في الشغل بتاعه، تمام. عندك بعد كده ال consideration. consideration دوت بيعتمد على الناس، يعني اللي هو ال behavior السلوك ذات نفسه which is the behavior that involves trust الثقة، mutual respect الاحترام، friendship الصداقة أو support and concern to for welfare of employees اللي هو الدعم والاهتمام برفاهية الموظفين اللي شغالين، نعرف الموظفين اللي شغالين احتياجاتهم ايه وندعمهم كده يعني. فبيعتمد على السلوك ذات نفسه، السلوك مع الليدر ومع الناس اللي شغالة. عندك بعد كده people oriented and production oriented leaders. هنا بقى يعني هو جايبها لك برسمة هنا في السلايد اللي بعديها، بيشرح لك ان الشغل ممكن يكون متعلق اكتر بالناس او ممكن يكون متعلق اكتر بالبرودكشن، ممكن يكون متوسط ما بينهم، ممكن يكون مزيج كويس ما بينهم، وممكن يكون فقير بالاتنين زي ما ظاهر هنا في الرسم. فانت عندك ممكن الكونسيرن فور برودكشن والكونسيرن فور بيبل يبقى قليل في الاتنين، فتبقى حاجه اسمها impoverished
management. impoverished يعني فقير أو يعني الحاجات اللي فيه قليلة. ف impoverished management هو دوت اللي بيبقى فيه production والpeople قليلين low. لكن لما تروح هنا مثلا هتلاقي country club management بيبقى الاهتمام بالناس هو اللي أكتر. هتلاقي كلمة هاي هنا قصاد people فهو بيهتم بالpeople أكتر. اسمه country club management. تحفظها ازاي؟ يعني هو club اللي بيبقى فيه ناس فهو بيهتم أكتر بالناس. عندك بعد كده task management ده بيهتم أكتر بالبرودكشن فلما تحط لهم تاسكات التاسكات دي هتخليهم ينتجوا أحسن. فهي برضو كده task management بيبقى الاهتمام الأكبر بالبرودكشن. بعدين عندك the middle of the road management منتصف الطريق management إدارة منتصف الطريق دي بتبقى في النص ما بين كله ما بتبقاش ولا هاي ولا لو بتبقى middle the middle of the road management. بعدين عندك حاجة اسمها team management the ideal style بيقول لك الستايل المثالي ليه بقى؟ لأنه هو بياخد من الناس بنسبة كبيرة وبياخد من البرودكشن بنسبة كبيرة فيبقى الاتنين هاي. ده بيبقى مشكلته الوحيدة انه محتاج موارد ومحتاج طاقة ومحتاج تخطيط كبير جدا عشان الشركة تقدر تحقق التيم مانجمنت ده. مش اي شركة تقدر تهتم بالاتنين مع بعض. فجالك شخصين اسمه بلايك اند موتون هما دولت اللي عملوا المانجيريال جريد. ودي المانجيريال جريد اللي هي الشبكة الإدارية بيبقى فيها الناس وبيبقى فيها البرودكشن وتقدر تحدد هي انت الشركة هتمشي على أنهي واحد فيهم. لأن الشركة إنما بتختار empowered management اللي هو النظام الفقير exertion of minimum effort to get work done بس مجهود قليل جدا لأنك تخلص الشغل فبيبقى فقير لأن انت بتبذل أقل مجهود. بعدين عندك التاسك مانجمنت concentration on efficiency and showing greater regard for more of subordinates وبيركز اكتر على الافيشنسي بتاعت الورك بيركز على البرودكشن وما بيركزش على البيبل. لكن الكونتري كلاب بالعكس thoughtful attention to needs of people بيركز على كل احتياجات الناس لكن efficiency of is not primarily concern الكفاءة مش حاجة متطلب اساسي يعني مش بيهتم او بالبرودكشن بيهتم اكتر بالبيبل. middle of the road ديت adequate مساوي task efficiency and satisfactory morale of employees فبيبقى الكفاءة ورضا الناس اللي شغالة بيبقى متساوي ده بيبقى كل حاجة متساوية middle of the road. لكن ال team approach ده بيبقى فيه توازن balancing accomplishment of work with maintaining more employees and satisfactory level بيبقى فيه توازن ما بين اللي هي ال efficiency وما بين ال satisfactory level of employees اللي هو رضا الناس اللي شغالة. فاحنا كده خدنا ايه؟ احنا كل ده بنتكلم عن behavior approach اتكلمنا عن behavior approach دخلنا على Ohio State University اللي كلمتك عن حاجتين اللي اسمها initiating structure والconsideration. لما يجي يسألك بقى في الامتحان يقول لك Ohio State عملت ايه اللي هي initiating عملوا two dimensions للleadership اللي هي initiating structure والconsideration. بعدين عندك تاني حاجة اللي هي people oriented و production oriented leaders عندك اللي هي impoverished وعندك task management و country club management و middle of the road و team management وده المخطط بتاع managerial grid اللي مين عملها؟ Blake and Moulton هما اللي عملوا managerial grid دي. بعدين عندنا حاجة تاني في جوه برضو ال behavior approach اسمها zero x and zero y قلت لكم نبذة عنها في بداية الدرس لما كنا جايبين المخطط. سيري اكس بي الناس ازاي الليدر هيتعامل مع الناس اللي مش عايزه تشتغل اساسا لكن سيري واي ازاي الليدر هيتعامل مع الناس اللي اساسا بتشتغل كويس ومش محتاجه اي رقابه. فجالك ماج ويرجر دوت اللي احنا كنا واخدينه في الهيستوري اوف مانجمنت هو اللي عمل سيري اكس اند سيري واي style corresponding to each leader attitude towards people. Theory X assumptions and leadership style هيكلمك عن افتراض نظرية X وازاي هتدير الناس بتاع النظرية X ديت. The average human being has an inherent dislike of work and will avoid it if he can. عنده زي عدم اعجاب متوارث للشغل يعني الناس معظمها كلها كده بتتولد تيجي تشتغل بتمل من الشغل ما بتبقاش عايزة تشتغل وبيحاول اللي هم يتجنبوه على قد ما يقدروا. The average human being prefers to be directed, wishes to avoid responsibility and has relatively little ambition, wants security above all.
الشخص الاعتيادي اللي هو average human being prefers to be directed، بيبقى محتاج انه يتم توجيهه، هو ما يقدرش يعمل حاجة لوحده، ما بيحبش المسؤولية، وبيبقى عنده بشكل نسبي طموح قليل اللي هو عايز يشتغل ويجيب فلوس وخلاص. want security above all، محتاج الأمان فوق الكل، محتاج مثلا شغلانة مستقرة وحياة مستقرة وخلاص. want security above all. leaders subscribing to Series X would likely use an authorization style of leadership. لو بصيتوا كده في البداية خالص، أنا هعمل لها كده ملخص صغير، كلمنا عن ال important characteristics of leadership، وقلنا إن leadership involves non coercive influence و influence is goal directed و leadership requires followers. دي كانت المقدمة كده. لما قلنا بقى ال major approaches، قلنا عندنا trait approach و behavior approach و contingency approach و situational approach. لما قلنا trait approach قلنا the great person theory واتكلمنا عنها، وقلنا ان في صفات معينه هي اللي بتخلي القواد ناجحين، والكلام ده طلع غلط. تمام. بعدين دخلنا على behavior approach وقلنا participative versus autocratic. هو حاططها لك هنا اول حاجه، بس دي احنا لسه ما اتكلمناش عليها. اتكلمنا عن people oriented وال production oriented، ودي كانت المانجيريال جريد اللي بليك اند موتون عملوها. تمام. وبعدين عندنا leader attitude اللي هي 3x و 0y اللي احنا اتكلمنا عليهم، او اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي. دلوقتي بيقول لك ان الناس اللي بتستعمل CDX بتمشي بطريقة اسمها authorization. authorization دي قصده بيها الاوتوكراتيك، يعني قصري، يعني لازم انت اللي تتدخل وتقول لهم يعملوا واحد اتنين تلاتة. تمام. لكن لما هيجي يكلمك على السيرو واي دلوقتي، اقول لك اللي هم بيستخدموا اسلوب participative. تمام. فهو بيكلمك على الاتنين مع بعض. authorization هنا قصده بيها الاوتوكراتيك اللي موجودة هنا، autocratic قصده بيها الاوثرايزيشن. هي هي. لما نخش بقى على السي دي واي، assumption and leadership style making physical and mental effort at work as neutral as play or rest. الناس بتشتغل زي كأنها بتلعب او كأنها بتستريح. الناس الشغل بالنسبة لها لعبتها او الحياة بتاعتها، زي لما حد مثلا بيشتغل حاجة بيحبها فهو طول الوقت شغال ومش مهتم بأي حاجة تانية في الحياة غير الشغل، بيبقى ذكي جدا في شغله ومهتم بيه جدا. external control and serve punishment are not means of directing effort or organizational goals. انت مش محتاج اي اهتمام او اي كنترول خارجي عليه ولا اي عقاب ليه، لانه اساسا ماشي كويس جدا في تحقيق اهداف المنظمة. one will exercise self direction and self control in achieving the organization objectives to which he is committed. هو دايما committed، يعني ماشي دايما في الطريق الصح اللي هو يحقق كل السيلف دايركشن اند سيلف كنترول، بيتحكم في نفسه وبيوجه نفسه عشان يحقق كل الاوبجكتيفز بتاعت الاورجانيزيشن، اهداف الاورجانيزيشن. بيقول لك ان الافريج هيومن بينج داز نوت اونلي اكسبت بات سيكس ريسبونسابيلتي. بيقول لك ان الشخص الطبيعي هنا في السيرو واي، في الافتراض بتاع سيرو واي، ان الشخص الاعتيادي مش بيقبل بس المسؤوليه لكنه بيدور على المسؤوليه كمان، سيكس ريسبونسابيلتي. A leader who believes in zero why هيقول لك would likely use participative style of leadership. اللي الشخص بتاع السيري واي بيستخدم ال participative style زي ما قلنا هنا. هناك في السيري اكس استخدمنا ال autocratic، لكن في السيري واي استخدمنا ال participative. هنسكت بس على كده. ال trait approach قال لك ان كان في مشكلة اللي هو الصفات ديت مش هي اللي هتحقق النجاح بتاع الليدر. قال لك برضو ان البيهيفير ابروتش فيه مشاكل. كريتيسيزم تو ذا بيهيفير ابروتش، نقد على البيهيفير ابروتش، الناس بقت تنقد البيهيفير ابروتش لاسباب، هو سبب اساسا بس سبب مش كذا سبب. ذا بيهيفير ابروتش ايدنتيفايز ويتش كايندز اوف ليدرشيب بيهيفير ار ريكوايرد فور افكتيف ليدرشيب. قال لك ان البيهيفير ابروتش بيحدد لك البيهيفير بتاع الليدرشيب اللي هتحتاجه علشان تحقق الليدرشيب بشكل فعال، لكن هاو ايفر اجنور ذا سيتويشن، تجاهل المواقف. يعني ايه بقى تجاهل المواقف؟ يعني تجاهل ايه اللي هيحصل. تمام. واحنا هناخد الكلام دوت في ايه، في ال contingency approach او ال situational approach. فهو جه يحقق النقص اللي هنا دوت، يبقى النظام اللي جاي دوت جه يكمل النقص لكن مش يعدل. تمام. النقص هنا كان ال situation، فلما هيكلمك هنا هيدخلك على ال leadership styles، هيكلمك على ال participative وال autocratic. تمام. زي ما قلنا هنا اللي هو اتكلم عن ال series x وال series y، وان السيرو واي لما تستخدم السيرو اكس هتبقى بتستخدم الاوتوكراتيك، ولما تستخدم السيرو واي هيستخدم البارتيسيبيتيف. تمام. فهو هيشرح لك الاثنين باستفاضه اكتر.
قال لك ان الاوتوكراتيك a style of leadership in which a leader makes all decisions unilaterally. unilaterally ده مصطلح معقد شوية، بس هو بيكلمك من جانب واحد، انت مش محتاج تدخل كبير، او يعني مش تدخل كبير، انت بتديلهم الاوامر من جانب واحد وهم يكملوا الشغل. A style of leadership in which a leader makes all decisions unilaterally من جانب واحد. لكن participative يعني انت تدي اوامر بس، لكن هم مش هيدولك ولا هيشاركوا معاك في حاجة. لكن participative leadership بيبقى فيه زي تواصل ما بين الطرفين، ما بين الليدر وما بين الناس اللي شغالة. A style of leadership in which a leader takes opinions from subordinates before making decisions. هو الستايل الليدرشيب بياخد فيه كل القرارات، وبياخد فيه زي ايه كل الاقتراحات بتاعت الناس اللي شغالة وكل آراء الناس اللي شغالة. انما عندك الديليجيتنج ليدرشيب، ديليجيتنج ليدرشيب هو عكس الاوتوكراتيك. الاوتوكراتيك كان من جانب واحد، وايه الجانب الواحد دوت؟ هو جانب الليدر ذات نفسه. الليدر ذات نفسه هو اللي ياخد الاوامر، ما ياخدش اي اقتراحات. لكن الديليجيتنج بندي كل المسؤولية وكل حاجة للناس اللي شغالة، هم اللي ياخدوا قراراتهم بنفسهم. A style leadership in which a leader allows employees to make their own decisions. الليدرشيب هنا او الليدر اللي هو القائد بيسمح لكل الناس اللي شغالة اللي هم يتخذوا قراراتهم بنفسهم، يعني حتى من غير اقتراحات، ونشوف الاقتراحات دي كويسة ولا لا او نوافق عليها، لا هم ياخدوا قراراتهم مع نفسهم. فعندنا الاوتوكراتيك من جانب واحد اللي هو القائد، وعندك البارتيسيبيتيف بيبقى فيه تواصل ما بين الطرفين، وعندك الديليجيتنج ليدرشيب الليدر هنا بيدي الصلاحية لكل الامبلويز اللي هم ياخدوا القرارات بتاعتهم. بعدين عندنا حاجة هنا بقى اللي هي الحل بتاعت البيهيفير ابروتش، اللي هي السيتويشنال ابروتش. An approach that suggests there is no one best style for leadership. هو النهج اللي بيقترح ان مفيش ستايل معين للليدرشيب. هيكلمك بقى على كذا حاجة، هيقول لك ان عندك situation leadership، عندك based on two variables، عندك متغيرين اتنين بتمشي عليهم، عندك task behavior وال relationship behavior. دي ما كانتش موجودة في النقطة الرئيسية، ففي الغالب ممكن ما يسألش عليها، بس يعني تفهمها. task behavior يعني بيكلمك على التاسك، عشان تحقق التاسك محتاج تكون عندك appropriate knowledge and skills، محتاج ان يكون عندك المعرفة الكافية appropriate يعني المناسبة، المعرفة المناسبة للتاسك اللي هتعملها والسكيلز، تمام؟ فهو بيكلمك الدرجة اللي الناس اللي بتبقى شغالة بتبقى عندها المعرفة الكافية والمهارات الكافية للتاسك اللي هم عليها task behavior. بعدين عندك relationship behavior. relationship ديت هي بتبقى relationship يعني العلاقة ما بين الناس، الدرجة اللي الناس اللي شغالة بتبقى عندها استعداد اللي تشتغل من غير يكون عندها زي توجيه، تمام؟ بيبقى محتاجين يعني زي emotional support قليل، ما بيبقوش محتاجين دعم emotional عاطفي كبير. بعدين هيكلمك الأنواع situations. عندك أربع أنواع من situations، situation 1 و 2 و 3 و 4. هيكلمك عن التيلينج وسيلينج وديليجيتنج اند بارتيسيبيتنج، وكل الكلام دوت يعني مش هيسأل عليه في الام سي كيو بالشكل اللي مكتوب دوت، اللي هيسأل عليه اكتر واللي مكتوب هنا في المخطط. فاحنا عندنا هنا في السيتويشنال ليدرشيب سيري عندنا التيلينج والسيلينج والبارتيسيبيتنج والديليجيتنج. التيلينج زي ما انتم شايفين في المربع الاخضر الاولاني ده اللي هو S1 High Task and Low Relationship. فانت بتقول لما بتقول تاسكاي بتقول لهم وينفذوا، لما مفيش relationship يبقى high task low relationship، لما selling يبقى عندك high task و high relationship. ده لما تبقى عايز تبيع لحد فانت لازم كل حاجة تبقى high، لان ده حاجة اللي انت تقدر تحفظ بيها بس. يبقى telling high task low relationship، selling high task high relationship، participating بتركز اللي هم يشاركوا في high relationship لكن low task، الديليجيتنج بيبقى له ريليشن شيب ولو تاسك مع بعض. ده كده احنا خلصنا S1 و S2 و S3 و S4. فهنيجي هنا نقرا الكلام النظري، مع العلم ان الامتحان الام سي كيو هيجي من الصوره اللي احنا كنا لسه مذاكرينها. فتيلينج اول حاجه situation in which followers need a great deal of direction from their leaders but they need much emotional support from them. هاي تاسك ولو ريليشن شيب. وسيلينج بيبقى هاي تاسك وهاي ريليشن شيب مع بعض. Situations where followers lack the skill to succeed and require more support in such case.
being very directive while being very supportive الاتنين مع بعض. انما ال participative اي participative style that allows them to share their expertise work well in such situations بيركز اكتر على ال high relation لكن low task. ال delegating بيبقى low task كله relationship approach is turn over to them the responsibility for making and implementing their own decisions بتديلهم القدرة اللي هما يحطوا قراراتهم بنفسهم زي ما قلنا. delegating هما اللي يحطوا قراراتهم ويتخذوا ويشوفوا هيعملوا ايه. بعدين عندنا اخر سلايدتين في هنا في الدرس في الشابتر دوت هيكلمك عن الباس جول سيري. لو فاكرين هنا لما كلمنا على ال contingency approach او situation approach قال لنا عندنا situation leadership theory ديت اللي احنا لسه خدناها فوق ديت ال situation leadership theory. دلوقتي هناخد ال باس جول سيري. A theory concerned with the situations under which various leaders behaviors are most effective بتبقى كل موقف بتاعت الناس بتبقى فعال. او برضه هيكلمك عن السلوك لان هو تحت situational approach فهو دوت situational اسمها situation. لكن الباس جولز سيري برضه هيكلمك عن السلوك برضه. suggests that it's necessary for a leader to influence the followers part perception of work goals self development goals and path to goal attainment بيبقى كل الناس اللي شغالة بتبقى عندها زي تلميع او بيتم الهامها ازاي perception of work ازاي يمشوا على الورك ويحققوا اهداف الورك بتاعهم ازاي يطوروا من اهدافهم بنفسهم و and pass to goals attainment الطرق لانك تحقق الاهداف. The subordinates will be motivated by a leader only to extend they perceive this leader as helping them to attain valid goals. فهو الليدر هنا بيساعدهم بيكلمهم عن الاهداف ازاي يطوروا اهدافهم بنفسهم وازاي يحققوا اهدافهم وبيركز اكتر على الاهداف. عندك كذا ستايل للباس جول سيري. عندك اربع ستايلات. اول ستايل اللي هو الدايركتيف ستايل focused on providing specific guidance establishing work schedules and rules. دايركتيف ستايل يعني الستايل التوجيهي تمام بيبقى انت عندك بتديرهم specific guidance توجيه معين and establishing work schedules and rules بيحط لك خطط للشغل وبيحط لك قواعد معينة يمشي عليها فهو directive style ستايل توجيه. عندك supportive ستايل مساعد او ستايل اللي هو فيه زي مساعدة للناس اللي شغالة بيبقى focused on establishing good relation between or with subordinates and satisfying their needs بتعمل علاقة جيدة ما بين الناس اللي شغالة وبتخليهم يعني راضيين عن كل احتياجاته. بعدين عندك ال participative style الستايل اللي هو فيه مشاركة a pattern in which the leader consults with subordinates and allows them to participate in decision making او ال pattern اللي هو التناسق اللي احنا بنمشي عليه او الشكل اللي احنا بنمشي عليه اللي بنخلي كل الليدرز consults بيوجه كل subordinates كل الناس اللي هم تحتيه and allows them to participate in decision making بيخليهم عندهم القدرة اللي هم يتخذوا قرارات يشاركوا في اتخاذ القرارات. واكيد دوت هو opinions بيبقى عندهم زي اقتراحات بيبقى فيه تواصل ما بين الاتنين ما بين الليدر وما بين subordinates الناس اللي شغالة. عندك بعد كده achievement oriented style الستايل المتعلق بالإنجاز a style in which the leader sets challenging goals and seeks improvements in performance الستايل اللي الليدر بيحط فيه شوية تحديات شوية أهداف تعتبر تحديات بالنسبة لهم and seeks improvements in performance بيدور على التحسينات في الأداء. دلوقتي هنشرح شابتر 9 هناخد النقط الرئيسية اللي موجودة فيه الأول. controlling that ترجمتها الرقابة وهي واحدة it's one of the managerial functions هي اخر فانكشن من الفانكشن اللي احنا خدناها اللي هي planning, organizing, directing بعد كده controlling. فهيقول لك التعريف بتاع controlling is the regulation هي قواعد of organization activities بتاعت الانشطة اللي في الorganization so that some targeted elements of performance remain with acceptable limits علشان شوية حدود وحاجات عايزين نوصل لها من الاداء في الشركة نقدر نحققها. فهيكلمك بعد كده على the importance of control. 1. Detect any kind of deviation بتشوف لو في اي انحراف في الشركة يعني يبقى الاداء مش ماشي بالطريقة اللي هم كانوا عايزينه. Minimize the wastage of resources يقللوا من استهلاك الresources بتاعتهم
3. Managers always compare the work done with a set of provided standards. دايما المانجرز بياخدوا الشغل ويقارنوه بشوية مبادئ هم حاطينها لازم يوصلوا لها. Provided standards. Controlling leads to better decision making. Control مهم جدا في decision making. Performance adjust using some set of standards. الأداء بيتم تقديره عن طريق شوية standards، شوية قواعد بيبقوا حاطينها بيشوفوا الأداء ماشي عليها ولا لأ. Enables employees to be bound by the rules. بتخلي كل ال employees بيبقوا مقيدين بال rules بتاعة ال organization. و controlling provides a common direction for activities، بيديلك اتجاه واحد لكل ال activities بتاعة الشركة، يبقى كله بيكمل بعضه. بعد كده عندنا types of control based on، عندنا أنواع من ال control بناء على كذا حاجة، بناء على ال area of control، بناء على levels of control، بناء على kinds according to time و responsibilities of control. أول حاجة area of control هيقول لك control of physical resources include كذا، وهنتكلم عن الكلام ده، و control of human resources و control of information resources و financial control. يبقى احنا عندنا control لتلات أنواع من ال resources، لل physical resources و لل human resources و لل information resources. بعد كده عندنا financial control بناء على levels of control، عندنا operations control، financial control، structural control، strategic control. بناء على kinds according to time، عندنا feedward control، concurrent control، و feedback control. بعد كده عندنا responsibilities of control، مفيش نقط تحتيها بس هي لها شرح ان دايما المدير لازم يكون مسؤول. بعد كده عندنا The controlling process، عملية الرقابة، بتتكون من 4 خطوات. أول حاجة بتحط standards، establishing standards، vision performance، بتقيس الأداء، بتشوف هل الأداء موافق مع هذه الشروط أو المبادئ اللي أنت حطيتها. فأنت عندك أول حاجة establishing standards، vision performance، بعد كده determining whether performance matches the standards. بعد كده 4، لما تلاقي ان في اي مشكلة بتعمل حاجة اسمها taken corrective action، بتصحح الوضع اللي موجود. بعد كده effective control system، ازاي يبقى عندك control system فعال، عن طريق ال9 نقط دولت: matching controls to plan and precision، measuring flexibility to control، ensuring accuracy، seeking objectivity of controls، achieving the economy of controls، assigning control to individual managers، determine the expectations، fitting the system of control to the organizational culture، ensuring corrective actions through control. يبقى هنا في التعريف بتاع control زي ما قلنا، control is one of the managerial function. Control is the regulation of organization activities so that some targeted elements of performance remain with acceptable limits. هي دايما القواعد بتاعت أنشطة ال organization، علشان في الآخر شوية قواعد من الأداء انت حطيتها تقدر انك تحققها بحدود معينة. بعد كده هيكلمك عن importance of control. Controls الاختصار بتاعها هنا اللي هي detects any kind of deviation، تشوف لو في أي انحراف في الشركة علشان يساعدك إنك تصححه بعدين. Minimize the wasted resources، بيقللك من استهلاك أو تضييع الموارد. بعدين عندك managers always compare the work done with the set of provided standards، دايما المديرين بيشوف الشغل ويقارنوه بشوية مبادئ أو بطريقة معينة المفروض يكون ماشي عليها. Standards يعني لما يكون في شوية معايير كان المفروض يبقى ماشي عليها. بعد كده هيكلمك Controlling leads to better decision making، الرقابة بتساعدك إنك تتخذ قرارات أحسن. بعد كده Performance is judged using some set of standards، الأداء بيتم الحكم عليه عن طريق شوية مبادئ. Controlling enables employees to be bound by the rules، controlling اللي هو الرقابة بيساعد كل الناس اللي هم يلتزموا بالقواعد بتاعة الشركة انك مراقبهم. controlling provides a common direction to all the activities of the organization، الرقابة بتساعدك انك تحط اتجاه واحد للشركة بكل الأنشطة اللي في الشركة. بعد كده عندنا types of control، هكلمك بقى على الأنواع على حسب ال area of control زي ما قلنا هنا، على حسب كذا حاجة، على حسب ال area of control أو ال level of control أو kinds according to time أو responsibility of control. أول حاجة area of control، عندنا control of physical resources. physical resources هي الحاجات المادية، that includes inventory المخزن بتاعك،
وكواليتي كنترول بتشوف الجودة بتاعة الحاجات اللي عندك، وإكويبمنت كنترول الرقابة على الأدوات اللي عندك. بعد كده عندك كنترول اوف هيومن ريسورسز انكلودز الحاجات اللي لها علاقة بالهيومن بالبني آدمين، الموارد البشرية اللي موجودة عندك اللي هي إنك تدربهم training and development تطوير performance appraisal تحسين الأداء بتاعهم and compensation التعويض لو حد حصل له حاجة في تعويض organization controls behavior of employees. الـ organizations دايما بتهتم بأداء وبسلوك الناس اللي شغالة. control of information resources طب احنا خلصنا الـ physical resources وقلنا كل ما هو مادي، human resources اللي هي الموارد البشرية المتعلقة بالبشر وتدريبهم وسلوك البشر. يبقى control of information resources بيبقى ليه علاقة بحاجات تانية برضو غير مادية بس ملهاش علاقة بالبني آدمين، تبقى حاجات معنوية برضو بس مش بني آدمين. includes sales المبيعات، public relations العلاقات العامة، production scheduling اللي هو اللي انت تحط مواعيد معينة للإنتاج. بعد كده عندنا financial control الحاجات المالية دايما بتتضمن أي حاجة في الالتزامات المالية، ensuring that the firm always has enough cash in hand to meet the obligations دايما بتتأكد إن أنت معاك فلوس كفاية إنك تسدد التزاماتك. بعد كده قلنا أول حاجة اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها area of control based on area of control اتكلمنا على دول. دلوقتي هنتكلم عن level of control. ايه هي levels of control؟ عندك operations control, financial control, structural control, strategic control. operations control focuses on the process هي العملية انك بتحول فيها transform resources into products بس كده. ال operations ديت اللي هي العملية، عملية ايه؟ هي process transform resources into products بتحول فيها كل المواد اللي عندك لمنتجات، وطبعا بتستخدم quality control علشان تتأكد من جودة الحاجات اللي انت انتجتها دي. Quality control is one type of the operations control. بعد كده ال financial control أكيد هيتكلم عن حاجات ال financial هي بتهتم بكل الموارد المالية، على سبيل المثال monitoring receivables بيراقب كل ما هو عليك كل ما هو ليك أصلا to make sure customers are paying their bills on time عشان تتأكد إن كل العملاء اللي بيشتروا من عندك بيدفعوا كل مصاريفهم في الميعاد بتاعهم. بعد كده عندك structural control بيأكد ان ال structure اللي هو الهيكل بتاع الشركة كامل ومتوازن مع بعضه، وان كل حاجة بتاخد موارد ممكنة كويسة ليها متاخدش موارد بزيادة. is concerned with the elements of the organizational structure serving their intended purpose بتساعدك انك تخلي كل حاجة بتحقق كل اللي هو متوقع منها. يعني اشتريت مثلا مكنة معينة للشغل فضل المكنة انت شغالة وبتحقق لنا اللي احنا عايزينه. For example, to make sure staff expenses do not become excessive عشان تتأكد إن مصاريف الناس اللي شغالة عندك ما تبقاش بزيادة. Finally, strategic control control ال strategy focuses on how effectively the organization corporate business or functional strategy are succeeding in helping the organization meet its goals بتتأكد بس إن كل الخطط التعاونية بتاعتك أو البيزنس أو العملية بتاعتك بتنجح اللي هي تساعد ال organization تحقق هدفها. يبقى هو هيتأكد إن الخطط الـ strategic goals اللي عنده دي succeeding in helping the organization meet its goals. بعد كده عندنا kinds according to time، عندنا feed forward control و concurrent control و feedback control. الفرق ما بينهم، واحنا سمعنا عن feedback اللي هو تقييم بس هنا مش تقييم، هنا الموضوع مختلف شوية. feed forward بيبقى انت بتشوف ايه اللي حصل وبتتوقع ايه اللي هيحصل بس before implementation، لكن الكونكرنت اللي هي التوازن اثناء الحدث فديت هتبقى اثناء الحدث، وفيدباك دي بتبقى بعد الحدث. هتفهموا دلوقتي انا بتكلم عن ايه. فيد فورورد كنترول از ذا تايب كارد اوت بيفور امبلمنتيشن الحاجه اللي انت بتعملها نوع ده من الرقابه بتعمله قبل ما بتنفذ الشغل اللي انت هتعمله. This is type of control is called preventive control النوع ده من التحكم او الرقابه بيسمى preventive control الكنترول اللي بيمنع ايه بقى. it seeks to prevent errors بتساعدك انك تمنع الاخطاء and deviations او اي انحرافات by making sure that all performance inputs are available in terms in quantity and quality عن طريق اللي هي تتأكد من كل اداء الانبوتس متوفرة من حيث مبادئ الكمية والجودة. اللي ده كله بيعمل ايه قبل تنفيذ اي حاجة انت بتعملها بتاخد خطوات
مقدمة للي انت هتعمله، بتشوف هل في اي اخطاء ممكن تحصل، هل في اي انحرافات ممكن تحصل، تتأكد in terms of quantity و quality عن طريق الكمية والكواليتي بتاعت الانبوتس. بعد كده عندنا concurrent control، طبعا زي ديت before implementation، ديت while implementation، بس هو مش كاتبها while implementation. This control occurs when the activity is still in the process، ديت بتحصل لما بتكون النشاط شغال، لسه شغال وانت بتعمل النوع ده من الرقابة. This control is also referred as steering or real time، بيسمى التحكم اللي هو قيادة بس انت بتقيد أثناء الحدث، or real time أثناء الوقت الحقيقي control. Thus this control is associated with adjusting the performance if any high damage is done. طب انت بتشوف كده الأداء الواقع دلوقتي قبل ما أي ضرر يحصل أثناء حدثه. This type of control follows up actual results and detects gaps and deviations as they take place. بيراقب ويشوف أي انحرافات أو أي مشكلة هتحصل قبل حدوثها أو أثناء حدوثها علشان يصلحها في وقتها. بعد كده عندنا الـ feedback control. This type is carried out after implementation. Feedback is the process that adjusts future actions. بتساعدك على تقييم وإنك تحسن من أدائك المستقبل عن طريق إيه؟ عن طريق إنك تتعلم من الماضي. إنت هتحسن من الـ future performance عن طريق إن إنت تبص على الـ past performance. Also feedback is done after the process. It's very important part of control. هي مهمة جدا النوع دوت من الـ control. Feedback is very important to continuous activity عشان تخلي الشركة تكمل بـ continuous activity، تنها مكملة. Also it enables to take a corrective course of action، تساعد إن الشركة تاخد الإجراء الصحيح اللي هي تمشي صح بعد كده عن طريق التعلم من الماضي عادي. بعد كده عندنا responsibilities for control. دايما الرقابة بيبقى ليها مسؤوليات. Managers are responsible for overseeing the wider array of control systems and concerns in organizations. يبقى كل manager بيكونوا مسؤولين على اللي هم يربوا كمية كبيرة من أنواع الكنترول سيستمز اللي احنا قلنا عليها، بيبقوا مسؤولين على كل أنظمة الرقابة المختلفة في الأورجانيزيشن. بيقول لك بقى اللي هم بينفذوا الكلام دوت والكلام دوت، وهيجي هنا بيقول لك larger organization also have one or more specialized manager positions called controller. الأورجانيزيشنز الكبيرة قوي بيبقى فيها ناس متخصصة اسمهم controller اللي هو المراقب. المراقب دوت عبارة عن ايه؟ is responsible for helping managers with their control activities for coordinating organizations overall control system. يبقى احنا عندنا controller دوت بيبقى مسؤول عن يساعد كل المديرين التانيين في التحكم في الأنشطة for coordinating organizations عن طريق تناسق كل أنظمة اللي هي الرقابة and for gathering and assimilating relevant information عشان يجمع ويحدد كل المعلومات المتعلقة بالcontrolling. فمن الآخر يعني responsibilities اللي انت بتكون مسؤول عن انك تراقب كل الأنظمة بتاعة الرقابة، انت بتراقب كل الأنظمة بتاعة الرقابة. بقول لك ان هنا في حد كنترولر اللي هو المراقب، اكيد هو مسؤول عن كل أنظمة المراقبة برضو بيبقى في الشركات الكبيرة. بعد كده عندنا steps in control process. عندنا controlling process لها steps. اول step فيها اللي هي establishing standards، بيكون عندك شوية standards اللي هي زي criteria عندك اللي هي شوية مبادئ تمشي عليها للأداء. بعد كده ديت الحاجات اللي بتحدد لك اللي هيخلي الشركة تحقق أهدافها، ولازم الستاندرز ديت حاجة تقدر إن الشركة لازم تكون attainable measurable and clear، لازم تبقى حاجة واضحة، حاجة تقدر تقيسها، حاجة تقدر تحققها، ده هي القواعد اللي انت هتحطها دي. بعد ما عملت establishing the standards بتعمل حاجة في control process. احنا قلنا عندنا 4 خطوات زي ما كنت موريكو هنا في الملخص دوت. الأربع خطوات موجودين هنا. أول حاجة establishing standards، واحنا قلنا ال standards لازم تكون attainable، لازم تكون measurable، لازم تكون clear. بعدين measuring performance. measuring performance ده هو الخطوة التانية، عبارة عن ايه بقى؟ انك دايما بتقيس الأداء بتاعك. methods are used for measuring performance، شوية وسائل بنستخدمها اللي احنا نقيس الأداء. if the standards are appropriately set up it means available determining exactly what subordinates are doing. لو عندك شوية قواعد الناس تمشي عليها وتقدر تشوف كل الناس
كل الناس المرؤوسة بتعمل ايه في الشركة appraisal actual or expected performance is fairly easy. سهل انك تحط شوية معايير يمشوا عليها. It may be quite simple, for example, to establish labor standards عشان تشوف الأداء الليبر كل ساعة يبقى عامل ازاي. For the production of the mass produced item, it may be equally simple or measure performance against these standards. ممكن يبقى سهل انك تقيس الأداء دوت. However, بالرغم من ذلك, controlling is the work of industrial relations. Manager is not easy because definite standards cannot be easily developed. هنا بيقول لك على الرغم من ذلك, لكن هي بتستخدم في الحاجات الصناعية أكتر. في الأماكن الصناعية ديت بيبقى صعب إنك تحط القواعد ديت. ليه بقى؟ The superior this type of manager often rely on vague standards such as attitude of labor. بتعتمد على الحاجة الوقتية بتاعة العمال على حسب اللي هو الطبع بتاع الناس اللي شغالة. The enthusiasm, الحماس بتاعهم. Loyalty, الولاء بتاع الناس اللي شغالة. The index of labor turnover, على حسب الناس اللي هي شغالة في الشركة بتأدي أدائها صح ولا لأ. If performance is not measured, it cannot be ascertained whether standards have been met. لو ال performance, لو مقستش الأداء بتاعك, مش هتقدر إنك تتأكد من إن المبادئ اللي هتحطها هتتم تنفيذها. فأنت لازم تقيس ال performance عشان تتأكد إن الأداء هيبقى مناسب. بعد كده عندنا determining whether performance matches the standard. بتحدد هل بقى ال performance, الأداء دلوقتي مناسب مع ال standard اللي احنا حاطينه. Determining whether performance matches the standard as an important step in the control process, هي خطوة مهمة جدا. Managers must determine why standards will not meet. لازم ال managers يأكدوا هو ليه ال standards ما تمش إرضاها. عندك شوية قواعد الناس ما حققتهاش بعد لما قارنت الأداء بالمبادئ اللي المفروض يحققوها. فهو ده كل الموضوع يعني. بعد كده عندنا آخر خطوة taking corrective action. شفت شوية حاجات كده ناقصة لما قلت في الخطوة اللي قبليها determining whether performance matches the standard. لقيت إن ال performance doesn't match exactly the standard. لقيت شوية حاجات فيها deviations. فأنت هتيجي هنا بقى تاخد take corrective action, بتصحح كل حاجة. Corrective action could involve a change in one or more activities of the organization's operations. يبقى هي بتبقى متعلقة بكل العمليات اللي في الشركة. على حسب نوع المانجر هيقول لك هنا, على حسب الناس اللي شغالة, بيبقى عندك التوب مانجرز would be involved in strategic control. التوب مانجرز بيستخدموا الاستراتيجي كنترول. الميدل مانجمنت بيستخدم التاكتيكال كنترول. اللور ليفل بيستخدم الاوبريشنال كنترول. دول ممكن يسأل عليهم في الام سي كيو. بعد كده عندنا حاجة اسمها effective control system. ازاي نعمل control system فعال؟ يبقى اول حاجة عشان تحقق control system بشكل فعال, عندك المبادئ دي لازم تمشي عليها, ودول 9 مبادئ. match your controls to plans and position. لازم تحقق ان كل الرقابات تكون متعلقة بالخطط والمكان اللي انت عايز الشركة تبقى فيه. Ensuring flexibility to control, لازم الرقابة يبقى فيها شوية مرونة. Ensuring accuracy, لازم تتأكد من الدقة. Seeking objectivity of controls, لازم تتأكد ان في رضا ما بين الطرفين اللي هي الحيادية في الرقابة من حيث اللي انت بتراقبه واللي بيراقب. Achieving the economy of controls, بتحقق الاقتصاد بتاع الرقابة. Assigning control to individual managers, بتدي الرقابة لمديرين فرديين. Determine the exceptions, تعرف كل ما هو exception, كل ما هو حاجة special, حاجة كده مختلفة. أي حاجة مختلفة لازم تعرفها. Fitting the system of control to organization culture, لازم تخلي السيستم بتاع الرقابة متناسق مع الحاجات اللي هي بتاعت ثقافة البلد اللي انت فيها. Ensuring corrective action through control, بتتأكد ان الاكشن ماشي في الطريق الصح عن طريق الرقابة. An effective organization is one where managers understand how to manage it and control the objective of control as concept and process to help motivate and direct employees in their roles. يبقى ال effective organization من الاخر هو بيلخص لك كل الكلام ده, هو مش مهم قوي. بيقول لك اللي هي حاجة بتساعد الناس تفهم ازاي تراقب, وهي مهمة جدا, هي concept وبعملية بتساعد الناس اللي هي تحفز وتوجه كل الناس اللي شغالة بكل أدوارهم. Understanding
Managerial Control Process of System is essential. معرفة ال Managerial Control Process حاجة مهمة جدا for long term effectiveness للتأثير على المدى البعيد. Good management control system is essential for the success of an organization. ال control system الكويس بتاع الإدارة مهم جدا لنجاح ال organization. A perfect control occurs where there is complete assurance that all the control put in place by management. الرقابة المثالية بتحدث عندما لما يبقى فيه تأكد تام إن كل أنواع الرقابة اللي عندك محطوطة في مكانها الصح. كده نبقى خلصنا الشابتر ده بالتوفيق.